بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدين في كل مكان، ويوم جديد واستاد الأهلي. في حلقة اليوم هنتحدث عن رحلة منتخب مصر إلى سويسرا ومعسكره الإعدادي لكأس العالم، مباراة الودية الأولى أمام البرتغال والثانية أمام اليونان، وهنستفيد في كل ما جاء من التفاصيل التحليلية لمنتخبنا الوطني. أيضا في الجزء الثاني هنتابع مع حضراتكم آخر أخبار بعثة النادي الأهلي اللي وصلت الآن بسلامة الله إلى الإمارات عشان مباراة الفجيرة الودية، وكل ما جاء في كواليس رحلة النادي الأهلي إلى الإمارات. في البداية طبعا برحب بضيوفي الكبار، الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سعيد وهبة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن خالد جدال. مساء الخير يا ابو كابتن. اهلا بيك يا فاروق. مساء الخير. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. نبتدي بنادي الاهلي واخر اخبار البعثه. زي ما قلت لحضراتكم، في بعثه للنادي الاهلي وصلت الى الامارات برئاسه الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق، وصلت مساء اليوم لمواجهه فريق الفجيره يوم الثلاثاء المقبل باذن الله في احتفال نادي الفجيره بمرور 50 سنه على تاسيسه. بعثه كان فيها 15 لاعب: حسام غالي، محمد نجيب، صابر رحيل، باسم علي، محمد هاني، عمرو السوليه، ميدو جابر، احمد حمودي، وعلي لطفي، هشام محمد، اسلام محارب، رمضان مصطفى، محمد شريف، وكريم يحيى، محمود الجزار، وكابتن حسام البدري. ان شاء الله هيلحق ببعثه النادي الاهلي في الامارات بعد كان في رحله قصيره وزياره قصيره في كندا مع اسرته، وهيلحق ان شاء الله بالبعثه في الغد. طبعا المباريات الوديه بالنسبه للنادي الاهلي في هذا الوقت مهمه، خاصه ان في توقف لاستعدادات المنتخب، مش كل لعيبه النادي الاهلي موجوده لان في جزء كبير ما شاء الله مع فريق منتخب مصر. كابتن خالد، مباراه وديه مهمه، النادي الاهلي يبحث ايضا على الاستعداد حتى يعود مره اخرى قطار الدوري. طبعا في توقف زي ما انت قلت عشان المنتخب موجود عنده المباراتين وديتين امام البرتغال وامام اليونان، فكانت فرصة طيبة جدا ان بعثة النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي لكرة القدم يتوجه الامارات عشان يلعب مباراة ودية زي ما انت قلت، احتفال نادي الفجيرة بمرور 50 سنة على انشائه، فدي حاجة كويسة طبعا بالنسبة للعيبة اللي هي ما كانتش بتشارك، فرصة كويسة جدا لاعدادها ان هي تشارك برضو في مباراة ودية، وفي نفس الوقت برضو حاجة جميلة ان النادي الاهلي طلع بره الاجواء شوية، يعني شوية تغيير بالنسبة للعيبة، فكان امر مهم جدا من الناحية الفنية كاستعداد فني للناس اللي ما كانتش بتلعب، ومن ناحيه ان هم يغيروا جو ويرجعوا. استاذ سعيد، بالنسبه للنادي الاهلي وفي الفتره الماضيه ابتدى النادي الاهلي بيشارك في لقاءات وديه بالسعوديه والان بالامارات، امداد كبير جدا بالنسبه للعلاقات ما بين النادي الاهلي وما بين كل اشقائه في العرب، وخاصه تاسيس واحتفاليه تاسيس نادي الفجيره بمرور 50 سنه، يعني بالنسبه لك وجهه نظرك ايه؟ لا طبعا ده الدور بتاع النادي الاهلي زي مصر، الدور مصر كان يعني دايما ليها دور في يعني في اللم الشمل العربي، في العلاقات، في اواصر الصداقه، فدايما مصر ليها دور. النادي الاهلي رمز لمصر او يمثل مصر، وطبعا بيقوم بهذا الدور في توطيد العلاقات مع الدول العربيه، اشقاء العرب، الدول العربيه، والنادي الاهلي كان رائد دايما في الحكايه دي من زمان، دايما يعني ما بيفوتش مناسبه الا لما يشارك فيها عشان يدعم يعني اواصر الصداقه مع الدول العربيه والدول الخارجيه، الانديه العربيه، وقام الحقيقه بدور كبير في ده على مر التاريخ، فده مش جديد بالنسبه للنادي الاهلي، بيقوم بدور كقوه ناعمه لمصر في مجال الرياضه. دي حاجه من الحاجات المهمه. كابتن خالد، وحضرتك كنت لاعب في النادي الاهلي ونجم كبير من يعني تاريخ النادي الاهلي العظيم اللي كلنا بنحبه ودايما بنتعلم منه، مشاركه حضرتك في اللقاءات الوديه مع الدور العربيه كانت بتمثل لكم ايه؟ لا كانت بتمثل لنا اهميه كبيره جدا، لان النادي الاهلي برضو ليه دور على مستوى الدول العربيه لازم بيقوم بيه. الجاليات العربيه بتبقى سعيده جدا بزياره النادي الاهلي لاي دوله من الدول الشقيقه العربيه، فكان دايما الاستقبال بيبقى حافل جدا، احنا كنا بنبقى سعداء جدا ان احنا نروح نسعد المصريين الاهلاويه هناك. لقاءات كانت في منتهى القوه وتاريخ كبير جدا، ويمكن ذكرياتي مع في المباريات الوديه في الامارات وفي السعوديه لا حاجات ذكريات جميله وتاريخ جميل، ودايما النادي الاهلي كان بيشرف جماهيره في المحافل الدوليه على طول. بتحس ان انتوا في سفر يا كابتن، ولا الجاليه المصريه وجودها والاستقبال، يعني النهارده مثلا استقبال وفد نادي الفجيره كان على اعلى مستوى بالنسبه لبعثه النادي الاهلي، وكان فيه ورود وكان فيه شكل مبهج كده بالنسبه للاهلاويه وبالنسبه للمصريين صراحه،
وجود النادي الاهلي في اي مكان بيصنع الحدث. طبعا طبعا. لا وما كناش بنحس بغربه خالص، بنحس بالعكس، كنا بنحس ان احنا في وطننا الثاني. استقبال دافئ جدا من جماهير النادي الاهلي بصفه خاصه، وجماهير الكره المصريه برضو من الجاليات اللي موجوده كانت تيجي بتتفرج، فكان دايما استقبال حافل. والاشقاء العرب يعني بيعملوا استقبال على اعلى مستوى، بيحتفوا بالنادي الاهلي على اعلى مستوى، فانا شايف ان هي حاجه جميله جدا زياره النادي الاهلي للامارات في هذا التوقيت بالذات. استاذ سعيد، اكيد حضرتك لك تعقيب خاصه بعد ما شفنا ماتش السوبر اهلي والمصري والاهلي فاز هناك، قد ايه جمهور النادي الاهلي كان مزين صراحه الملعب ومزين المدرجات، وكنا حاسين ان في حدث فعلا في الامارات، حدث كبير وجود النادي الاهلي هناك. طبعا وجود النادي الاهلي مش في الامارات بس، في الامارات وفي اي حته، فده حدث كبير. انا اذكر ان انا كنت في الكويت سنه 85، النادي الاهلي جه برئاسه الكابتن صالح سليم، كان رئيس البعثه في اعتزال لعيب اسمه صالح العصفور، كان لعيب منتخب وكان كابتن نادي السماء. رحنا قبل كده برضه ممكن 84 جاسم يعقوب، في اعتزال جاسم يعقوب، في اعتزال جاسم يعقوب، وكان اعتقد كان رئيس البعثه الاستاذ عبد المجيد محمود ايامها. لعيب ده ضد القادسيه. مظبوط، القادسيه الكويت يعني. انا فاكر انا كنت هناك يعني ايامها، كنت هناك يعني كنت رئيس تحرير جريده الجماهير. المهرجان بيبدا قبل ما يوصل الاهلي بثلاث اربع ايام، الناس كلها بتبقى متحفزه عشان يشوفوا يعني يتفرجوا على النادي الاهلي. المهرجان بيبقى مصري صميم، على الرغم من ان في يعني كم كبير جدا من الجمهور العربي طبعا بيحب النادي الاهلي، لكن دي بتبقى مناسبه رياضيه وقوميه في نفس الوقت. فالحقيقه يعني الاهلي في اي مكان، سواء في الامارات، في السعوديه، في الكويت، في اي دوله عربيه، لما بيروح بتبقى دي مناسبه قوميه كبيره جدا ومناسبه وطنيه، فضلا عن انها طبعا مناسبه رياضيه. والاهلي بيمثل يعني قمه المستوى الفني في كرة القدم، وبالتالي طبيعي جدا ان هو يستقبل هذا الاستقبال. الاهلي رمز كبير جدا، والحقيقه مكانته كبيره جدا في الدول العربيه. هو ده الان لحظات وصول النادي الاهلي لملعب الفجيره زي ما حضراتكم شايفين، كابتن سعد عبد الحفيظ وبقيه اللعيبه وصولهم الى ملعب الفجيره، وادي كابتن احمد ايوب اللي هيقود المران اليوم في تمام الساعه 8. والنادي الاهلي برضه نقول لحضراتكم ان هيرتدي القميص الجديد بتاع الموسم المقبل في خلال هذا اللقاء، ودي من الحاجات اللي جماهير النادي الاهلي دايما بتبقى متابعاها وحابه انها تشوفها. ادي بس الفريق يعني كامله اللي وصلت الى هناك. شوف اكرامي تغيب بسبب الاصابه في الحوض، ايضا وليد سليمان اعتذر عن وجوده بسبب مرض بنته، ربنا يشفيها ويعافيها باذن الله. وحتى الدكتور طبيب النادي الاهلي الدكتور خالد محمود ادى لشريف اكرامي بسبب الاصابه راحه على انه يعاود التاهيل والتمرينات في اقرب وقت ممكن. ادي امام حضراتكم دخول النادي الاهلي الى ملعب الفجيره استعدادا للقاء. صراحه الكابتن خالد، الامارات البنيه التحتيه من حيث الملاعب و تطويرها وحتى النجيله والحاجات ديت على اعلى مستوى بتؤهلك ان انت تبدع. طبعا. لا يعني لو اتكلمنا على الملاعب في دوله الامارات على مستوى عالي جدا. يمكن انا قعدت برضو في سنه 2005 كنت ماسك نادي بنياس، قعدت 3 سنوات. لا مستوى عالي جدا من الملاعب، من غرف الاستادات، من غرف خلع الملابس، كل الامكانيات موجوده. طبعا كل الحاجات دي بتساعد لعيب الكوره ان هو يبدع ويبتكر، وفعلا هم وصلوا لمستوى يعني نقدر نقول ان هم وصلوا لمستوى عالمي، يعني من ناحيه الاستادات ونجيله الملعب وغرف الملابس والاستعدادات والبنيه التحتيه. لا وصلوا لمستوى راقي جدا. طب كابتن خالد، يعني لازم ننتهز الفرصه، حضرتك كنت هناك، لما يكون عندي ملعب على اعلى مستوى ده بيؤدي الى ارتقاء مستوى الكره عندي؟ طبعا من احدى العوامل اللي بتؤدي الى الارتقاء بمستوى لاعب كره القدم، ومستوى كره القدم هو طبعا ارضيه الملعب. يعني لو ارضيه الملعب بتبقى بتساعد ان لعيب الكوره بيلعب كوره على الارض، بيقدر يستلم الكوره بشكل كويس، بيقدر يباصي بشكل كويس، فارضيه الملعب هي الاساس. اصل انا سالت حضرتك لان النادي الاهلي بيعاني في مباريات الدوري الممتاز على بعض الملاعب لا تصلح لكره القدم، بيبقى الارضيه ويقول لك هو ده اللي موجود، واصل ما فيش موافقه جت الا على كده. طب يعني المسؤولين عن هذا الملعب او هذا الاستاد
لما هيدوا دعم لهذا الامر في الاخر المنتج بتاع الدوري المصري بيرتفع ومفيش اصابات. احنا كترت عندنا اصابات الصليبي جدا يا كابتن. بالظبط. وقيمه الدوري المصري يرتفع. هو احنا محتاجين دايما يعني احنا يعني بيبقى في عمليه قصور في ناحيه الصيانه. نعم. بالنسبه للملاعب برضو احنا محتاجين ان الناس تكون متخصصه بشكل اكبر ازاي ان هم يراعوا الملعب ويراعوا النجيله بالذات في فترات البرد اللي الملاعب بتتاثر بيها بشكل كبير جدا. فنتمنى باذن الله ان احنا يعني على مستوى الملاعب نرتقي شويه، لان برضو زي ما انت قلت في بعض الملاعب احنا بنتفرج في مسابقه الدوري وساعات النادي الاهلي بيلعب على الملاعب برضو لا تساعد على الابتكار والابداع والتطوير. فنتمنى باذن الله ان كل واحد مسؤول عن استاد ان يجيب الناس اللي هي المتخصصه اللي فاهمه الفنيه المتخصصه اللي هي تساعد على تطوير ارضيه الملاعب. دي شيء مهم للغايه. استاذ سعيد اكيد حضرتك لك تعقيب على هذا الامر، حضرتك رحت وشفت ملاعب على اعلى مستوى واصبحت في الدول العربيه، يعني ما بقاش بنتكلم على هذا الشان في اوروبا فقط. طبعا في الامارات تحديدا يعني هم بيشتغلوا على المواصفات القياسيه في اي حاجه، مش في الملاعب بس لكن في كافه المنشات يعني المنشات العامه، كباري، البنيه التحتيه، المترو الاندر جراوند، المترو الانفاق، الحاجات دي كلها الامارات الحقيقه قطعت شوط يعني تطورت بشكل متميز جدا جدا. وكل اللي راح الامارات راح دبي او راح ابو ظبي او كده فبيشوف ان في يعني في نظام نموذجي يعني لو طبق في اي دوله فده نظام حديث. طبعا جزء منه الرياضه والملاعب، يعني مؤكد ان الملاعب لو ملاعب جيده ومواصفات فنيه عاليه جدا دي بترفع الروح المعنويه للاعيب نفسه، يعني بيبقى سعيد ومبسوط ان بيلعب على نجيله جيده ومستويه، الكره ما تعملش بند، بيبقى ضامن ان الباس بتاعه بتوصل بشكل سليم. فده طبعا يعني شيء مهم جدا جدا. احنا معظم الاصابات للاعيبتنا الدوليين هنا عندنا بسبب الحقيقه سوء الملاعب. اتمنى ان يعني ان احنا نهتم بحكايه الملاعب دي ويتعمل سقف زمني ان كل الملاعب لازم تصلح، لان ده هياثر على يعني ده مؤكد هيطور مستوى الكوره وهينقلنا نقله كبيره جدا. يعني نتعلم من اشقائنا اللي احنا يعني احنا برضو ساعدناهم في وقت من الاوقات ب خبراء ومدربين واداريين وكده. فاحنا يا ريت ان احنا طبعا ده محتاج يعني محتاج موارد، محتاج ميزانيات ضخمه، بس لابد امر لابد منه اذا كنا احنا فعلا عايزين نطبق الاحتراف بشكل جيد، عايزين نوصل لعالميه على قاعده سليمه واسس سليمه، نمره واحد واثنين وعشرة الملاعب وبعدين بعد كده التنظيم. هو دي جمهور النادي الاهلي لازم يكونوا موجود يا كابتن خالد. طبعا دايما بيبقى في ارتباط ما بينه وبين لعيبه حتى في التمارين. هو ده التمرين، اول تمرين التسخين ده. لا ايوه بالظبط، ده الاستقبال. وعلى فكره الباسة معاها ثلاثه لعيبه من قطاع الناشئين عندنا في النادي الاهلي. نعم. في حارس المرمى رمضان مصطفى ده مواليد 99، وفي كريم يحيى ومحمود الجزار دول مواليد 97. فنتمنى لهم برضو انهم لعيبه كويسين. وكريم يحيى ومحمود الجزار لعيب لسه جديد. بنتمنى له التوفيق، لكن رمضان بقى له فتره وكان قرار برضو صائب من كابتن حسام البدري فتره تصعيده، وبياخد يعني فتره ازاي يطبع على لعب الفريق الاول وموجود جنبه طبعا حراس كبار. طبعا حاجه كويسه بتدي اللعيبه ثقه وبتدي اللعيبه برضو الاحساس بالفريق الاول، باجواء الفريق الاول، بنظام الفريق الاول، بروح الفانيلا برضو فوق والنظام يعني بتبقى واكيد يا كابتن التمرين في اللعيب غير. طبعا. لا ومع الدرجه الاولى غير. نعم. يعني مع الدرجه الاولى غير طبعا. ده هو ده هدف كل لاعب ان هو يوصل يلعب الفريق الاول للنادي الاهلي. فطبعا لما كفايه ان هو يطلع بيتمرن بياخد ثقه وبيبقى شرف ليه وبيبقى دافع ليه ان هو يشد حيله ان هو يظهر مستوى كويس. نخش في الناحيه الفنيه كابتن خالد، كيف هيستفيد النادي الاهلي من وديه الفجيرة؟ يعني هيستفيد بنسبه كويسه فنيه. نسبه الاستفاده ان اللعيبه اللي ما يعني اللي ما كانتش بتشارك هيبقى فرصه كويسه قوي ليها ان هي تشارك في مباراه رسميه. نعم. هي وديه ولكن برضو يعني بتاخد الطابع الرسمي. فهي دي بس الفايده الفنيه فيها. نعم. ان اللعيبه اللي كانت بعيده ازاي ان هي هتخش وان هي تاخد فرصه وتلعب وتادي، تحاول ان هي تادي بشكل كويس عشان تظهر بشكل كويس امام الجهاز الفني الكابتن حسام البدري ان هو يطمن عليهم.
يعني حضرتك تقصد لعيبه زي محمد شريف، لعيبه زي المنضم حديثا من وادي دجله، لعيب زي مثلا رمضان مصطفى ممكن، يعني انت وحسام غالي. وحسام يعني غالي، حسام غالي فرصه ان هو يكون موجود، ان هو يشترك. محمد نجيب برضه بقى له فتره بعيده، صبر رحيل بيشترك ولكن على برضه فترات، وباسم علي نفس الكلام، محمد هاني برضه على فترات، يمكن عمرو السوليه بيشترك بشكل اساسي، ميدو جابر نفس الكلام بشكل اساسي، حمودي برضه لما يشترك برضه هو كان بيشتغل كده، اسلام محارب نفس الكلام، والثلاثه الصغيرين. فهي فرصه كويسه لكل اللي هو ما كانش بيشارك في الفتره الاخيره ازاي ان هو يكتسب لياقه المباريات، وفرصه للثلاثه الولاد الصغيرين لو ليهم فرصه، لو شاف ان الكابتن حسام ليهم دور او ليهم فرصه هتبقى حاجه كويسه. فدي من فوائد هذه المباراه. استاذ سعيد، اجراء المباريات الوديه في خلال معسكر منتخب مصر، كل الانديه الاخرى بتلعب ماتشات وديه، يعني انا اروح العب ماتش في الامارات، هل ده بالنسبه لي برضو بدخل لعبتي اجواء ان انا داخل على معترك افريقي وداخلين على قرعه دوري الابطال، فيبقى استعداد جيد بالنسبه لي كل البطولات سواء دوري عام او كاس مصر او دوري ابطال افريقيا؟ طبعا اكيد، يعني لان انت فتره التوقف بتاع الدوري او الفتره بتاع المنتخب اللي هو ارتباطات المنتخب لازم انت تكون جاهز. فالاهلي كمان عودنا ان هو بيبقى عنده بلان دايما للحاجات دي، فلابد من ماتشات وديه. كويس ان الاهلي بيلعب في يعني هيلعب يوم الثلاث، نعم ده بدايه كويسه جدا. الاهلي عنده هيلعب يوم الثلاث والمنتخب هيلعب يوم الثلاث، والمنتخب الثلاث للاسف. بس هو الاهلي هيلعب بدري، هيلعب اربعه، يعني اعتقد هيبقى اربعه الا ثلث بتوقيت القاهره، وتنتهي سته الا ثلث ماتش الاهلي الثاني بالليل. انا استاذن حضرتك بس نروح لزميلنا محمد سعيد من الامارات، عنده بعض الحوارات. محمد، ماذا لديك؟ تواجد الفريق هنا الان في اماره الفجيره استعدادا لهذه المواجهه الهامه، واحتفال ومشاركه من فريق النادي الاهلي نادي الفجيره احتفالا باليوبيل الذهبي وبعد مرور 50 عاما على انشاء نادي الفجيره الاماراتي. كان في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي الاستاذ محمد ناصر، وبالطبع هو الرئيس مجلس اداره نادي الفجيره الاماراتي، وكان هناك استقبال على اعلى مستوى من مسؤول نادي الفجيره لبعثه فريق النادي الاهلي، وبالطبع مع الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق النادي الأهلي. ويمكن بعثة فريق النادي الأهلي توجهت اليوم إلى الإمارات ببعثة قوامها 15 لاعب استعدادا لهذه المباراة الهامة. في الساعات الأخيرة أو في اللحظات الأخيرة كان من المقرر اصطحاب طبعا وليد سليمان، لكن لظروف خاصة بمرض ابنته بالتأكيد تعذر سفره مع بعثة فريق النادي الأهلي. أمور كثيرة جدا ممكن نتكلم عليها محمد حول بعثة فريق النادي الأهلي والاستقبال الأكثر من رائع للفريق سواء في مطار الفجيرة أو حتى داخل فندق الإقامة، لأن حتى الاستقبال داخل فندق الإقامة عكس ما كنا نتوقع بمراحل كثيرة. عايز أقول لك الأوتيل وكأنه سمي على فندق إقامة فريق النادي الأهلي باسم فريق النادي الأهلي. أول ما تدخل من باب الأوتيل شعار النادي الأهلي متواجد في الريسبشن في اللوبي الخاص بالأوتيل. عدد بطولات الأهلي اللي أحرزها على مدار تاريخه سواء البطولات المحلية أو البطولات القارية مرسومة على جدران الحائط ومكتوبة عدد البطولات اللي أحرزها فريق النادي الأهلي. احتفال خاصة لأن الأهلي حقق بطولة الدوري والنجمة الرابعة. حتى في الأدوار الفندق، يمكن الفندق اللي يقيم فيه بعثة فريق النادي الأهلي حوالي 16 دور، في كل دور الإذاعة الداخلية والسماعات الداخلية الخاصة بالساوند في الأوتيل كلها شغالة، أغاني لفريق النادي الأهلي، الكبير من المطربين اللي أحيوا العديد والعديد من الحفلات والأغاني الخاصة بالنادي الأهلي سواء في الفترات السابقة الفترات الزمنية من سنوات سابقة أو حتى الفترات الحالية. فهذه اللحظات وأنا معاك يا محمد داخل نادي الفجيرة والتمرين الخاص بفريق النادي الأهلي استعدادا لهذه المباراة. لكن سريعا، أنا معايا لقاء مهم جدا لأحد الأشخاص المسؤولين المصريين اللي موجودين هنا في الإمارات، وأيضا هو بيشغل مدير استاد نادي الفجيرة وهو نجم الكرة المصرية ونجم نادي دمياط اللي احترف هنا في نادي الفجيرة الإماراتي عام 76 الكابتن العربي الخضري. كابتن عربي برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، واحنا سعداء بوجودنا معاك لأنك أحد العلامات الرياضية المصرية المتواجد هنا في إمارة الفجيرة وبتدير أو مسؤول عن استاد المباراة. أولا برحب بيك. احنا بنقول الحمد لله على السلامة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الأول والحمد لله على السلامة. واحنا بقالنا طبعا بالرغم احنا عندنا بطولة الدوري وماشيين ان شاء الله من الاوائل وباذن الله نصعد ومعنا مارادونا،
بنستنين اليوم ده بقالنا 10 ايام بنستعد ليه، وبنستادنا والفنادقنا ومن توصيه خاصه من شيوخنا الشيخ حمد حاكم الاماره بنفسه موصى توصيه خاصه، والشيخ محمد ولي العهد والشيخ راشد والشيخ مكتوم طبعا رئيس النادي بنفسه كل يوم موصينا على الاستقبال وعلى الطياره والاستقبال الكويس دول والاستعداد في التدريب واستعدادنا للمباراه طبعا اللي هي طبعا بالولي الذهبي اللي احنا حضرته ثلاث ارباعه انا هنا طبعا اول اجنبي جه هنا، وفرحانين زي ما انت شايف جمهورنا والبلد كلها فرحانه، وبنقول للنادي الاهلي الف الف مبروك للدوري عقبال افريقيا للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. و ملعب المباراه اللي هيستضيف المباراه ملعب المباراه بياخد 11000 استعدادا ليه، طبعا معمول كل الترتيبات، جمهور كاين جمهور من جميع اللي مش عاوز اقول لك الخليج والبلاد العربيه جايين، وان شاء الله هيبقى في مهرجان برنامج اليوم. بقى برنامج يوم المباراه يبقى ازاي؟ برنامج المباراه طبعا المباراه هتبتدي الساعه 5:30 باذن الله توقيت الامارات باذن الله، بعد كده بيتعمل حفل كبير موجود نجم مصر طبعا ونجم الشباب تامر حسني وفي حداد وفي من الامارات عوض الهالي، يعني في مجموعه مطربين معمل حسابها لهذا اليوم الجميل اللي احنا مستنينه بقالنا سنين الحقيقه. المباراه تبقى الساعه 5:30 بتوقيت الامارات، 3:30 بتوقيت القاهره. بالظبط 5:30 بتوقيت الامارات، في بعض النجوم مشتركين معانا، عموري طبعا نجم منتخب الامارات وعلي مبخوت ويمكن اسماعيل مطر وفي بعض اللعيبه، بتبقى مناسبه كويسه وجايين يحتفلوا معانا باليوم الجميل ويحتفلوا بالنادي الاهلي وجمهور الاهلي عندنا في الامارات. كابتن عربي الخضر انا بشكرك شكرا جزيلا ومتواصلين معاك ودايما بالتوفيق يا رب. انا بشكركم مشرفينا واحنا اي خدمات وربنا يخليكم يوم مبروك ولكم ولمصر والامه العربيه كمان. شكرا. متواصلين معاكم في التغطيه ومعايا في هذه اللحظات الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه. استاذ خالد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وبالتاكيد مباراه مهمه جدا وسفريه خاصه للاهلي في منطقه الخليج العربي، لما الاهلي يتمتع بشعبيه كبيره وجارفه في الوطن العربي. بدايه طبعا هم الحقيقه كان استقبال حافل وجدال المعتاد من شعب الامارات الشقيق، وطبعا زي ما بقول هي مكانه كبيره للنادي الاهلي انه يشارك في يوبيل ذهبي 50 سنه لنادي الفجيره، ده يدل على ان النادي الاهلي له مكانه كبيره هنا في الامارات وفي الوطن العربي عامه، واسم وتاريخ النادي الاهلي، ونادي الفجيره كان اصلا اسمه نادي الاهلي يعني اهلي الفجيره. فالحقيقه الناس عاملين لنا استقبال حافل واستعدادات واستقبال واقامه وكل حاجه الحقيقه يشكروا عليها، وده دايما الواحد بيبقى فخور ان هو بيكون ضمن بعثه النادي الاهلي، لان ده حاجه بحقيقه بتشرفنا والاهلي دايما بيشرف مصر في كل مكان. باقات الورود يعني انا عايز اقول لك على الطياره، رحله خاصه وطياره خاصه للبعثه، الورود في كل مكان اول ما توصل المطار، المفاجاه اللي كانت في الاوتيل كمان يعني عرض البطولات والارقام، يعني انت دخلت كانك الاوتيل الاهلي. القناه نقلت وصورت الاستقبال والاوتيل نفسه اللوبي كان فيه ورود كلها مكتوبه بتاريخ باسم النادي الاهلي واللوجو والنكبه الرابعه، يعني الحقيقه الناس عاملين استعداد كويس جدا، وانا يعني بجد فخور بان النادي الاهلي احتل هذه المكانه، وده اللي شفناه ولمسناه من كل القائمين على نادي قياده نادي الفجيره. الحقيقه برضو بقول ان ده واجب ما بين مصر والامارات، في يعني شعبين شقيقين قيادات متصله ومتفاهمه، وزي ما احنا شايفين كده الشعب نفسه بيحبنا والناس جميله، والحقيقه الواحد سعيد جدا يعني. طيب باذن الله في مهرجان فني مع المباراه، وغدا في مؤتمر صحفي تشر، وكمان في نجوم عرب هيشاركوا مع فريق الفجيره، تشر ان هيبقى مهرجان عربي كبير جدا هنا ان شاء الله بعد بكره. طبعا هو مهرجان كبير يعني اللي انا لمسته من ساعه ما نزلنا من الطياره ان الاستعداد كبير والبلد كلها مستعده لهذا الاحتفال بعد بكره، ورياضه وفن، والحقيقه يعني حاجه جميله جدا وسعداء بتواجدنا هنا يعني. طيب كان في حوار دار مع حضرتك مع رئيس مجلس اداره نادي الفجيره الاستاذ محمد ناصر، يعني ابرز الاحاديث وابرز التعليقات، لان كان في استقبال حميم جدا داخل المطار، يعني اطراف الحوار والحديث اللي كان بينكم. طبعا يعني هو كلهم بيقولوا ان احنا معظمنا اهلاويه هنا، والمجموعه كلهم بيحبوا النادي الاهلي وبيكنوا ليه كل احترام، وطبعا كله كان بيسال على الكابتن الخطيب هل هيكون متواجد معانا في المباراه ولا لا، بس احنا الحقيقه هنشوف حسب ظروفه
لانه عنده فتره علاج هنا في ابو ظبي، وطبعا يجي من ابو ظبي لهنا هي ساعتين ونص على فكره، هي 250 كيلو وسواقه، فطبعا هو الحقيقه بيعمل علاج طبيعي لظهره، فمش عارف بقى هيبقى عنده القدره انه يجي الساعتين ونص دول. لا انا بشفق عليه حقيقي ان هو عليه حمل انه لازم يجي، واحنا بنقول ما تجيش يعني حرام، احنا عايزينه يستريح. بس هو طبعا له يعني محبين كتير وموردين كتير نفسهم، وهم في نفس الوقت الناس حقيقه نفسهم ان هو يكون موجود ويحضر هذا الاحتفال، وخاصه وان في برضه انت عارف مين المدرب بتاعهم مارادونا. اسالك على مارادونا. فيعني الخطيب ومارادونا لازم الاثنين يعني يلتقوا، فان شاء الله هنشوف كده هنعرف لو يعرف يجي، بس هو نفسه يجي الحقيقه ان شاء الله. يعني هم كانوا ده الحاجه اللي هم نفسهم يعرفوها. يعني الجميل لما دخلنا الاستاد لقينا الجاليه المصريه موجوده في الملعب مستنيه الفريق. ما خلي بالك الناس هنا على بعد ساعه من دبي، على بعد ساعتين ونص من ابو ظبي، فبرضه في جاليه مصريه كبيره في الامارات، وانا متاكد ان شاء الله ده جاليه مؤقته يعني، انما يوم الماتش انا عارف ان في ناس كثيره. انا سمعت النهارده 5000 تذكره نفذوا في اول يوم، بكره ان شاء الله ال 5000 التانيين بيقولوا يعني مش هياخدوا ساعتين، فهيبقى فيهم كلهم مصريين في الغالب ان شاء الله يعني. بالتاكيد انا بشكرك خالد، دايما موفقين ان شاء الله. شكرا. مستمرين معاكم، لان التغطيه هنا تغطيه خاصه وتغطيه حصريه لبعثه فريق النادي الاهلي، هناك العديد والعديد من اللقاءات. لكن معي في هذه اللحظات الاستاذ ابراهيم سرور، عضو مجلس اداره سابق بنادي الفجيره الاماراتي، برحب بيكم في البدايه. والاستاذ حمد الجاسم، احمد الجاسم، برحب بيكم في البدايه. واولا يعني احنا سعداء بوجودنا هنا في اماره الفجيره بالامارات، وبالتاكيد استقبال كان اكثر من رائع، بنشكركم عليه. ودايما كده العلاقات المصريه الاماراتيه من خلال الانديه الرياضيه الاهلي والفجيره وجميع الانديه الاماراتيه والمصريه بتعمل توطيد للعلاقات بين الشعبين، وده الهدف المسمو من الرياضه. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافه، نتمنى لكم إقامة سعيدة في الإمارات وخاصة إمارة الفجيرة. احنا نرحب بأندية مصر كلها وخاصة النادي الأهلي. طبعا هذه أول زيارة للنادي الأهلي، هذه ثاني زيارة. الزيارة الأولى كانت سنة 98 في مهرجان اعتزال ناصر علي حارس مرمى الفجيرة، كان مدير الكرة في النادي الأهلي ثابت البطل الله يرحمه، ونجومه حسام حسن وإبراهيم حسن، والمجموعة هذه كلها موجودة كانت في المباراة هذه. استاذ احمد الجاسم برضه عايز اعرف تعليق حضرتك على الزياره ومواجهه الاهلي في هذه المباراه. والله السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء لنا الفخر والشرف انكم النادي الاهلي يزور نادي الفجيره على ارضه، وان شاء الله يعني هذا مش اول مره تكون ان شاء الله. ونادي الاهلي ما شاء الله سمعته على الكؤوس اللي عنده ما شاء الله، يعني سمعتكم دوم سابقتكم، وان شاء الله تقدموا شيء هنا شيء رائع ان شاء الله تستحفل فيه ان شاء الله يا رب. المباراة بتحظى بشعبية كبيرة هنا في الفجيرة، في تذاكر المباراة والاستاد اعتقد باذن الله يكون ممتلئ عن اخره. ان شاء الله بيكون ممتلئ، ونبارك لكم على الدوري الأربعين ان شاء الله، واتمنى لكم المزيد ان شاء الله. سمعت ان شعبية الاهلي هنا في الفجيرة تحديدا شعبية جريفة، لان نادي الفجيرة اول نادي سميه باهل الفجيرة كانت في الامارات. نعم، كان اول نادي سمى نادي الاهلي الفجيرة، ومن بعدها تغير الى نادي الفجيرة، لان عدد الاندية يكون فيها نادي الاهلي نادي اهلي دبي، تغير اهلي دبي، تغير الى في 2007 تغير النادي الى اسم الفجيره. كلمه اخيره اول شيء منورينا، وان شاء الله نشوفكم، يعني هي بلدكم الثانيه هذه، ونشوفكم ان شاء الله المرات الجايه اللي فيها المهرجانات ومن دون المهرجانات، فتستمتعوا ان شاء الله معانا في حفل اللي هو 50 سنه المرور لنادي الفجيره ان شاء الله، وفي احتفالات ان شاء الله هي يعني هتكون يوم الثلاثاء ان شاء الله بحضور الناس من الفنانين وال تامر حسني، عندكم فنان عيضة المنهالي حيكون، وديانا حداد، نعم، وتامر حسني قلنا فيها، وعدد من الضيوف ان شاء الله حيكونوا، وانتم منورينا. بشكركم شكرا جزيلا. الامارات قلب واحد. انا بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله نحتفل بالمئويه باذن الله كمال لنادي الفجيره. ان شاء الله نتمنى لكم اقامه سعيده ان شاء الله، نتمنى لكم اقامه. جزاكم الله خير، نورتونا. شكرا. انا بشكر الاستاذ ابراهيم سرور والاستاذ احمد الجاسم، طبعا بالتاكيد الاهلي وشعبيته الجارفه هنا في الامارات وتحديدا في الفجيره حاجه تخليك تشعر بالفخر يا محمد، حاجه جميله جدا. لكن في نفس الوقت وانا بتكلم على بعثه فريق النادي الاهلي 15 لاعب بيؤدي تدريب الاساسي دلوقتي في ملعب المباراه، هناك غدا باذن الله ترتيبات
للاستعداد للمباراه. غدا هناك تدريب الساعه 4. اولا في مؤتمر صحفي مهم جدا هيحضره مارادونا المدير الفني لفريق الفجيره واحد لاعبي او كابتن فريق الفجيره، ومعه ايضا كمان الكابتن حسام البدري باذن الله يعني يصل بكره ان شاء الله باكر ويكون موجود كمدير فني، او اذا يعني تعذر وصوله في الصباح ويكون موجود في المساء يكون موجود الكابتن احمد ايوب، يعني باذن الله يكون موجود المدير الفني ومعه ايضا الكابتن حسام غالي. هيكون مؤتمر صحفي موسع جدا الساعه 4:30 باذن الله بتوقيت الامارات، 2:30 ظهرا بتوقيت القاهره، هيكون استعداد للمباراه ثم تدريب لفريق الفجيره ثم تدريب بعدها مباشره لفريق النادي الاهلي ثم البرنامج الرئيسي بقى يوم المباراه باذن الله. ان شاء الله يعني عملنا لقاءات معاكم على الطياره، هتشوفوا اخبار كتيره، هتشوفوا لقاءات كتيره، احاديث حصريه، كلام مهم جدا لعمرو السوليه، كلام مهم جدا لعلي لطفي وهشام محمد، في كواليس وفي احاسيس لعدد من اللاعبين في مشوارهم المحلي خلال هذا الموسم والاستعداد للبطوله الافريقيه. قدر الامكان نقلنا لكم الحدث بالنسبه لبعثه فريق النادي الاهلي صوت وصوره من اول ما ركبنا الطياره حتى ما وصلنا لاستاد نادي الفجيره استعداد لهذه المباراه. الجهاز الفني بيستعد لهذه المباراه استعداد جدا، معانا 2 من اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين، الجهاز الفني بيعول عليهم بشكل جيد جدا في هذه المباراه، كريم يحيى مواليد 98 واللي بيشارك مع فريق 97 موجود النهارده معانا في خط الدفاع، معانا ايضا كمان رمضان مصطفى يمكن حارس صاعد موجود النهارده مع فريق النادي الاهلي متواجد مع علي لطفي، خاصه كمان اصابه شريف اكرامي تعذرت بالتاكيد اصطحابه وتواجده مع بعثه فريق النادي الاهلي. الجمهور هنا ما بيسالش غير سؤال واحد بس، التيشيرت الجديد لفريق النادي الاهلي، في حاله مفاجاه الكل مستني الشكل الجديد الستايل الجديد لتيشيرت النادي الاهلي وبالتاكيد تسويقه وظهوره من خلال مباراه زي النهارده هناك في الامارات، ده حدث رياضي الناس هناك بتستقبله بشكل كويس، وفي نفس الوقت اذا القى الضوء بيلقي الضوء على فريق الناس بتستنى منه ان التيشيرت بتاعه بياخد اعلى مبيعات في منطقه الخليج العربي، وده حاجه ايجابيه بتبين ان النادي الاهلي بيشتغل مش على المستوى الفني وكره القدم بس، لا ده بيشتغل كمان على المستوى الاداري وعلى المستوى التسويقي. هذا الملعب بيسع لحوالي 10,000 متفرج، ارضيه الملعب بصراحه متميزه هايله جدا جدا جدا، زي ما احنا شايفين كمان نادي الفجيره يمكن بيرتدي التيشيرت الاحمر وشكل الاستاد المدرجات باللون الاحمر، فبالتالي يوم المباراه هيكون اللون الاحمر بيكتسي في هذا الملعب سواء ارتداء فريق الفجير او حتى نزول فريق النادي الاهلي، ويتحدد غدا باذن الله الاهلي هيرتدي هل التيشيرت الاساسي او التيشيرت الاحتياطي او التيشيرت الثالث، لان الاهلي دلوقتي عنده 3 تيشيرتات بالنسبه له في مباريات كره القدم. دي الصوره يا محمد قدر الامكان، وان شاء الله باذن الله نشوف احتفاليه ونشوف كواليس ونشوف مباراه جيده جدا تليق باسم فريق النادي الاهلي وايضا نادي الفجيره، ومعاهم النهارده في احتفاليه اليوبيل الذهبي بمناسبه 50 مرور 50 سنه على انشاء هذا النادي، والشيء اللي يحسب لهم بالتاكيد ان هم كان من امكان ان هم بالتاكيد من خلال عروض كثيره ان يكون في عدد من العروض لبعض الانديه الاوروبيه الكبيره، لكن هم شافوا ان النادي الاهلي اكبر من كل ده، وجوده هنا معاهم في الامارات ده حاجه مميزه، بالتاكيد دي حاجه بتسعدنا، لكن ان شاء الله نشوف يوم مميز جدا لفريق النادي الاهلي باذن الله بعد غد في مباراته هنا على استاد نادي الفجيره. اليك الكلمه محمد. شكرا زميلي محمد سعيد، صراحة شغل على أعلى مستوى، تغطية رائعة. شفنا الأستاذ خالد الدرندري رئيس بعثة نادي الأهلي عضو مجلس الإدارة وحواره، نادي الأهلي حينما يذهب إلى أي مكان بيحصل الحدث، الحدث الناس كلها بتتجمع، وشفنا منذ نزول النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي من الطيارة الاستقبال عامل إزاي، وهو ده إنك تعمل براندنج، إنك تعمل تسويق، إنك تدور لاعبتك وفريقك وهو عنده قيمة في المكان اللي فعلا مستني وفعلا متشوق لوجود النادي الأهلي في هذا المكان. جماهير النادي الأهلي في المنطقة العربية بسم الله ما شاء الله، النادي الأهلي أكبر نادي في مصر، أكبر نادي في أفريقيا، أكبر نادي في الشرق الأوسط، وده باين قد إيه من استقبال النادي الأهلي، وأيضا اللي في فندق المقر بعثة النادي الأهلي في إقامته في الإمارات في الفجيرة. شفنا الكلام اللي قاله زميلي محمد سعيد واللي قالت واللي قاله الاستاذ خالد الدرندلي وكل اعضاء بعثه النادي الاهلي عن الاستقبال الجماهير ازاي، عن وجود اعلام النادي الاهلي وشعارته جوه الاوتيل جوه الفندق، ده اللي دايما بيحصل. يمكن كان كابتن خالد جدلة في حوارنا مع بعض لسه دلوقتي بيتكلم ان في الكويت احد المباريات قدام القادسيه كابتن لما حضرتك جبت جون الجمهور كسر الدنيا. لا هو انا من احلى ماتشاتي احنا لعبنا الاهلي والقادسيه الكويتي في اعتزال جاسم يعقوب كسبنا 2-0، انا ما جبتش جوان بس من احلى ماتشاتي، يمكن انا كمان الماتش ده شط بتاع مثلا 30 كوره على الجون وكلهم حلوين، اللي في العرض وفي القايم واللي حارس المرمى يطلعها، انا على ما اعتقد زكريا جاب جون، زكريا ناصف ومصطفى عبده جاب جون، بس كانت علاء ميوب جاب جون، زكريا وعلاء، زكريا الجون الاولاني وعلاء ميوب الجون الثاني،
انما كانت مباراه قويه جدا. الجمهور يا كابتن، الجمهور المصري يوميها، انا مش هقول لك لكن هي بنلعب في مصر مش بره مصر، فكان يعني دايما الواحد بيصف اللقاءات الوديه للنادي الاهلي زي ما الاستاذ خالد الدرندالي قال، النادي الاهلي بشعبيته وباسمه الكبير، النادي الاهلي بقى اسمه عالمي دلوقتي، بقى تخطى الوطن العربي، فبيبقى زي فعلا براند كبير جدا الناس كلها بتحتفي بيه وبتفرح لما بيكون موجود في اي مكان. استاذ سعيد، توجه اداره النادي الاهلي الى تسويق النادي في المنطقه العربيه، وجوده في الامارات، وجوده في السعوديه، وجوده في المنطقه العربيه بشكل كبير، وخاصه ان في طبعا قاعده شعبيه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي على مستوى الوطن العربي، رايك ايه في هذا الامر؟ لا لا طبعا ده شيء كويس جدا، بس الاهلي مش محتاج يعني هو الاهلي تجاوز حكايه ان انت تروج له، الاهلي وجوده في اي مكان فده حدث كبير جدا ومهرجان لو راح اي دوله، زي ما يقول الكابتن خالد وشاف الكلام ده بنفسه، انا شفته بنفسي لان قعدت مده كبيره برضه يعني في الخليج وشفت ده بنفسي، الناس بتستعد لو الاهلي رايح قبلها باسبوع الجرايد بتكتب، الناس بيبقى فيه استعدادات خاصه، يوم المباراه بيبقى مهرجان قومي يعني اثنين الاهلي عمل لينك او عمل جسر مهم جدا بين مصر وبين كل الدول العربيه والخليجيه تحديدا، وكان دايما في الماتشات المهمه الخليجيين يجوا يتفرجوا على الاهلي مثلا بيلعب مع الزمالك هنا في القاهره، قبلها بيستعدوا بيعتبروا ده يوم مهم جدا بالنسبه لهم، بيستعدوا له ياخدوا اجازات وكده، كان بينزلوا باعداد كبيره جدا قبل الماتش بيوم بيومين يحضروا ماتش الاهلي والزمالك، او الاهلي لو بيلعب ماتش مهم جدا مع الاسماعيلي وده فارق بييجوا، وكانوا اصدقائنا ونعرفهم يعني، فالاهلي حاله خاصه او حاله مهمه جدا في الكره العربيه او في الرياضه العربيه. اثنين ده الرمز الكبير جدا لمثل القوه الناعمه. استاذ سعيد، انا لو مصري وقاعد في منطقه الخليج والنادي الاهلي بيجي لي مكان، يعني هو مقيم في الامارات النادي الاهلي بيجي، مقيم في السعوديه النادي الاهلي بيجي، ده بالنسبه لي حدث كبير، ووقت ظروف العمل في بعض الاوقات ما اقدرش اجي الا القاهره، فتوجه النادي الاهلي هناك ده برضو بيقرب المسافات ما بينه وما بين جماهيره. ده حقيقي، بتلاقي المصريين كلهم يوم الماتش كله لازم بيحضر، وبعدين قبل يعني في الفندق، وكابتن خالد شاف الكلام ده، المصريين بيروحوا حوالين الفندق ويقعدوا مع اللعيبه وكده في الريسبشن وفي اللوبي بيبقوا موجودين. طبعا، وبعدين بيبقوا دايما المصريين بيبقوا هناك غالبيه في الماتشات، يعني لو الاستاد بيشيل 40,000 فهتلاقي 30,000 ممكن 35 فطبعا لا الاهلي بيبقى يعني مثل حاله خاصه جدا وحاله مهمه جدا، وانا يعني بكرر تعبير القوة الناعمة لان ده مسألة مهمة، مصر احنا يعني محتاجين ندعم نفسنا بقوانا الناعمة في المرحلة الجاية عشان العالم العربي كله بيواجه ظروف خاصة كلنا عارفينها، فمحتاجين ان احنا نتلاحم، واهم يعني اهم دور للتلاحم بتلعبه الرياضه وكره القدم. هي اسهل حاجه تعمل بيها قوه ناعمه في نفس الوقت فعاليتها وشعبيه النادي الاهلي كبيره جدا وضخمه وبتؤدي الى الهدف الا منشوده. كابتن خالد، قطاع ناشئين النادي الاهلي وثلاث لعيبه بيذهبوا الى الامارات، بالنسبه لهم ده طبعا حلم وحاجه كبيره جدا، يعني برضو عايز اخد انطباع حضرتك ان اللعيبه طبعا لعيبه على اعلى مستوى ما شاء الله، انتوا شغلكم في قطاع الناشئين في كل الفرق صراحه، ما فيش فرقه وفرقه لا، ودي حاجه سيستماتيك ماشيه في قطاع النادي الاهلي، ودي الثمار ان بقت دعامه الفريق الاول في النادي الاهلي. يمكن لما ابتدينا طبعا الدكتور عمرو بن مجد رئيس قطاع الناشئين عمل استراتيجيه لمده سنتين، من احد الاهداف المهمه جدا نمره واحد كيفية تصعيد أكبر كم من اللاعبين من قطاع الناشئين للدرجة الأولى حسب احتياجات الفريق الأول في مختلف المراكز، والحاجة الثانية كيفية تسويق وفتح مجالات تسويق لهؤلاء اللاعبين على مستويات الاحتراف الخارجي. فطبعا احنا لما بنشوف ان الفريق الاول بيطلب حد من قطاع الناشئين مدى السعاده بدءا من الدكتور عمرو وبعدين انا بنبقى سعداء جدا، والمدربين بتوع اللعيبه دي بتبقى في منتهى السعاده، لان هو دون الثمره اللي احنا عايزين نشوفها، يعني كل مجهودنا وكل تعبنا عايزين نشوف ان حد من اللعيبه اللي في قطاع الناشئين
يقدر ان هو يطلع والنادي الاهلي يستفيد منه على مستوى الفريق الاول. ده طبعا بيبقى نجاح كبير جدا لينا وبيبقى تتويج لينا، فبنبقى سعداء اي حد بيطلع بنبقى سعداء جدا. يمكن جينا في مرحله سابقه كان الكابتن حسام البدري كان في مباراه وديه مع البلاستيك وطلب مننا برضه مجموعه من اللعيبه، كان حوالي 7 او 8 لعيبه الدكتور عمرو وانا رشحنا مجموعه من اللاعبين في مختلف الاعمار يعني بدءا حتى من 2001 يعني ومختلف المراكز يعني 2001 يعني 17 سنه وكان في مواليد 99 و97 وطلعوا وادوا بشكل كويس، فدي حاجه كمان بتديك طمانين على مستقبل النادي الاهلي بالنسبه للقطاع وامداد القطاع بلاعبين على مستوى عالي للفريق الاول. وانا دلوقتي بتمرن ومش بس بتمرن ده انا بسافر كمان مع الفريق الاول بالزبط. وبشوف جمهور بقى النادي الاهلي في الخارج وباخد ماتش، كل دي خبرات يا كابتن. حتى طبعا بعد تولي نجاح المجلس الاداره الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب وتولي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير رياضي بالنسبه للنادي، الدعوات انهالت علينا حتى على مستوى فرق قطاع الناشئين. يمكن الفتره اللي فاتت فرقه 2005 البراعم راحت الامارات وكانت دوره هناك، كان في دوره كانت على اعلى مستوى، كانت على اعلى مستوى النادي الاهلي، كان صراحه حاجه جميله الانديه العالميه. كان في ريال مدريد وكان في برشلونه وكان في مانشستر سيتي وليفربول، عندنا دوره ثانيه 8-4 لفرقه 2002 اللي هم تحت 16 سنه برضو في دوله الامارات الشقيقه. فبرضه الاحتكاك الخارجي بالنسبه للعيبه بيبقى مهم جدا، اللعيبه بتتعود ازاي ان هي تحتك بمستويات ثانيه بمهارات ثانيه، والحمد لله كابتن محمود الخطيب والكابتن عبد العزيز عبد الشافي والدكتور عمرو المجدي موفرين طبعا لاجواء كبيره جدا مناسبه للتالق في على مستوى قطاع الناشئين. ودي حاجه من الحاجات اللي لما يكون قطاع الناشئين على اعلى مستوى النادي الاهلي ما تخافش عليه. صحيح. انا يعني كنت عايز استكمل حاجه مهمه جدا. اتفضل. احنا في الاجتماع الاخراني اللي عمله الكابتن محمود الخطيب الاسبوع اللي فات مع عائله الاهلي فكان بيستعرض فيه النشاط بتاع مجلس الاداره في الثلاث شهور اللي فاتوا، فاتكلم على النقطه اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي اللي هو تسويق النادي الاهلي. لا الحقيقه اللي سمع او اللي حضر ده لا ده انت 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 عندك برنامج طموح جدا 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 لم يحدث في تاريخ النادي الاهلي. اولا هو وفقا لما يعني لما استعرضه الكابتن محمود هم سلموا النادي الميزانيه كانت 49 مليون جنيه، وقال لك ان المصروف الرواتب والاجور الشهريه 17.5 يعني ده ما يقعدش شهرين غير المصروفات الاخرى. النهارده بقى 3 شهور اللي موجود في يعني الميزانيه او الموجود في النادي الاهلي حوالي 300 مليون، فانت ضاعفت 6 مرات في 3 شهور. ده 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 مؤشر بسيط، لكن المؤشر المهم جدا يعني استعراض كابتن محمود الخطيب للامال العريضه اللي معقوده على تسويق النادي الاهلي في السنوات القادمه، لا امال كبيره جدا 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 وطموحات كبيره جدا، واستغلال او استثمار النادي الاهلي كبراند نيم كبير جدا. لا في خطوات سريعه جدا بتتعمل وفي خطوات مدروسه، وانا اعتقد يعني خلال يعني مر 3 شهور السنه الجايه هيبقى في ارقام كبيره جدا باذن الله استثمار يعني الاهلي هيحقق استثمارات كبيره جدا من الناحيه الاقتصاديه، وهيسوق يعني هيبقى في نشاط بارع جدا في التسويق. وانا برضه عايز اقول لحضرتك موضوع ان النادي الاهلي بيلعب بالقميص الجديد في هذا اللقاء تحديدا. النادي الاهلي عنده خلاص الاهلي ستورز او عنده تسويقه في ناحيه القمصان في داخل مصر وخارج مصر، هيبتدي يبقى فيه عليها سحب ويبقى عليها اقبال، ودي من الحاجات طبعا جميله. النادي الاهلي في كل مكان سواء في مصر سواء في المنطقه العربيه سواء حتى في اوروبا سواء في امريكا، النادي الاهلي ما شاء الله احنا عندنا جماهير في كل مكان في العالم، ودي من الحاجات اللي مش موجوده الا في النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي يمكن بيتفرد في هذا الامر ان شعبيته ما شاء الله في كل مكان في العالم، وبنشوف وبيجي لنا صور ناس في امريكا ناس في روسيا ناس في افريقيا تحت، وما شاء الله حتى لما كنا بنتابع مع حضراتكم قرعه دوري ابطال افريقيا شفنا الوفود اللي جايه للقرعه وشفنا حوارهم ومحادثهم عن النادي الاهلي وتسويق النادي الاهلي لقاموس، كل ده بيؤدي الى الهدف المنشود. ولما يكون عندي استثمار جيد اقدر اصرف على كل القطاع
القطاعات، وارتقي بقطاع الكره اللي ما شاء الله النادي الاهلي يعني متسيد فيها كابتن خالد في الفتره الماضيه، ما شاء الله بيصل الى النجمه 40 والدوري رقم النجمه الرابعه والدوري، يا رب كده ان شاء الله ادينا العمر ونشوف النادي الاهلي بيجيب النجمه ال 40 ولكن الدوري ال 40 والنجمه الرابعه. لا والنادي الاهلي واخد بطوله الدوري لسه ما انتهتش، لسه في مباريات. انا بس عايز قبل ما انسى، منظومه كره القدم منذ تولي مجلس الاداره الحالي بقياده كابتن محمود الخطيب يعني تطمئن جماهير النادي الاهلي، يعني يطمنوا ان باذن الله اللي جاي هيبقى احسن واحسن واحسن، وكل سنه هتبقى احسن من السنه اللي قبليها على مستوى كل اصعده، على كل مستوى مجالات قطاع كره القدم في النادي الاهلي. واخص بالذكر طبعا كابتن عبد القيعي مسك مدير اداره التعاقدات طبعا، ودي حاجه يعني حاجه رجع بينا للتاريخ الجميل وللصفقات الجميله. ويمكن اللجنه الفنيه برضو علاء ميهوب عامل فيها شغل كويس جدا، بنجيب لعيبه يعني محمود الجزار ده من كهربه الاسماعيليه، ده اختيار اللجنه الفنيه وتعاقد المهندس عبد القيعي، محمد فخري اللي جبناه من نادي المحله لعيب كويس. فمنظومه كلها متشابكه وكلها مرتبطه بعضيها ببعض، كلها حلقات متواصله بعضيها ببعض، باذن الله يعني مردودها هيبقى على النادي الاهلي هيبقى بشكل كويس جدا. دي حاجه من الحاجات اللي دايما مهمه، دي الاستاذ خالد الدرندال الاستاذ جمال جبر في طبعا تمرين النادي الاهلي، الاستاذ جمال جبر طبعا مدير اداره الاعلام في النادي الاهلي، الاستاذ خالد الدرندلي يترأس باسة الفريق. الفريق حتى الان النادي الاهلي ما بيشعرش في غربه يا استاذ سعيد في الامارات، يعني كان الاجواء وباين حتى على وشوش اللعيبه ان الدنيا حلوه نفسهم مفتوحه. ده صحيح. الامارات تحديدا الامارات تحديدا يعني مستوى العلاقات يعني مع بين المصريين بين الشعب المصري والشعب الاماراتي مستوى الحياه متميز جدا، والناس اللي بتروح الامارات بيحسوا ان هم موجودين في يعني ان هم في بلدهم الثانيه. الشعب الاماراتي شعب جميل جدا وطيب جدا ومضياف جدا وكريم جدا، واحنا شايفين برضه حتى على مستوى العلاقات السياسيه هم بيتعاملوا ازاي مع مصر. حقيقه يعني بيقدموا نموذج متميز ممتاز جدا في مستوى التعامل الاخر. شعب راقي كمان، شعب راقي جدا ومثقف ده صحيح، مثقفين جدا وبعدين منظمين جدا. وبعدين البلد يعني دبي وابو ظبي وكده، لا في سيستم عالي جدا 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 في كل شيء يعني، وبالتالي ده منعكس عندهم في الرياضه، ما بيتعمل ملعب او بيتعمل استاد او بيتعمل على اعلى مستوى من المواصفات القياسيه، لو بيتعمل فندق بيتعمل على اعلى مستوى. حتى يعني اداره الدوله نفسها يعني الناس هناك المواطن حتى المغترب مش المواطن الاماراتي، والواحد بيسمع ده من ناس عايشه هناك مقيمه هناك يعني. فبيقول لك كل شيء ماشي اوتوماتيكلي، بحيث الناس يعني فواتير النت مرتبطه برخص مثلا مخالفات المرور بالكهرباء بالميه مش عارف ايه، كل ده بالتليفون بالموبايل. هو التنظيم في اي شيء بيؤدي الى الارتقاء بمستوى كل الخدمات. ده صحيح. بالنسبه للناحيه الرياضيه اللي شايفينه في البنيه التحتيه بالنسبه للامارات صراحه حاجه يعني بتفرح، وبنشوف دلوقتي لقاء السوبر المصري بيقام في الامارات ومتوالي، وده معناه ان هو نجح، وطبعا وجود النادي الاهلي في هذا الامر وجماهيره بيؤدي الى اكمل نجاح للصوره الحلوه الجميله اللي كلنا كنا فرحانين بها. كابتن خالد بالنسبه لي هبتدي في الناحيه الفنيه لمشاركه لعيبه النادي الاهلي، حارس زي علي لطفي ورمضان مصطفى بالنسبه لهم فرصه في لقاء الفجيره ان هم يعلنوا عن نفسهم؟ طبعا فرصه كبيره. علي لطفي من حراس المرمى على مستوى عالي جدا، انضم حديثا للنادي الاهلي، عايز ياخد فرصه، عايز يثبت نفسه، هو لعيب حارس كويس وكان في انبي، ولكن برضو عايز يثبت اقدامه مع النادي الاهلي، وفرصه انه مفيش حد شريف اكرامي متعور، محمد الشناوي مع المنتخب، فطبعا فرصه كويسه بالنسبه له هو رمضان لو اشترك، واكيد هم هيستغلوا وهيظهروا بشكل كويس عشان يقدروا يدوا طمانينه وثقه للجهاز الفني ان هم في اي وقت
هيشركوهم هيبقى في هيلعبوهم يعني. فطبعا دي حاجه مهمه جدا ودي من الفوائد الكبيره جدا الفنيه بالنسبه للقاء بتاع اهلي الفجيره دول، ان ازاي اللعيبه الجديده او اللعيبه اللي ما بتلعبش زي ما قلنا في بدايه الحلقه ازاي ان هم يلعبوا ويشتركوا ويكتسبوا لياقه المباريات، وكل واحد يحاول يظهر بمظهر كويس يطمن الجهاز الفني ويدي صوره كويسه عن مستواه بالنسبه للجهاز الفني. استاذ سعيد، النادي الاهلي عنده لعيبه في منتخب مصر الاول، عنده لعيبه في المنتخب الاولمبي، هل دي ايضا هسال حضرتك نفس السؤال، هل دي فرصه لباقي اللعيبه اللي موجوده انها تعلن على نفسها؟ مثلا واحد زي اللاعب محمد شريف القادم من وادي الدجله، لعيب كويس قوي ولكن لسه ما شفناهوش يمكن الا في لقاء الودي في لقاء الشباب السعودي، النادي الاهلي كان لقاء ودي، هل فرصه بالنسبه له ان هو يقدم نفسه مع النادي الاهلي ليه جماهير النادي الاهلي حتى خارجيه؟ طبعا فرصه ليه ولغيره طبعا، وهي فرصه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي يمكن اكثر الانديه ممكن استفاده من ده، لانه عنده زخم وعنده كان حشد كبير جدا من اللعيبه، وتصرف الاهلي الحقيقه بشكل ممتاز جدا لما اعار بعض اللعيبه واستفاد بيهم في يعني حوالي 2.5 او 3 ملايين دولار الاعارات في الفتره اللي فاتت. فانت محتاج تدور المساله دي بحيث ان بتفك احتقان ممكن يحصل بعض اللعيبه الكبيره اللي ما تلعبش، لان انت عندك 28 او 30 لعيب، واللي شغالين 16 او 14 او 15 الستاندنج اللي بيلعبوا باستمرار، لو دورت شويه هيبقى 18 لعيب، فانت عندك 12 لعيب ممكن نفسيته يبقى متضايق. فانت لما تحركه ويروح يستفيد ماديا ويبقى بيلعب وفي نفس الوقت هو على قوه النادي الاهلي، لا انت هنا الإدارة يعني الإدارة هنا كانت واعية وجيدة جدا، ده اللي حصل في الفترة اللي فاتت في الثلاث شهور أو الشهرين اللي فاتوا. لا الخطيب لما حط إيده من الآخر يعني ما حط إيده في الكورة، لأن يعني هو بتاع كورة ودماغه كويسة وبتاع أفكار، يعني الكلام ده ما كانش ناس كتير عارفاه، وكان اتعرض طبعا لحمله يعني مش حلوه قبل ما سعيد كابتن محمود خطيب بقيمه كبيره جدا وسواء اداريا وطبعا لعيب كوره ما فيش كلام يعني من احرف لا يعني لا ما بتكلمش عليك معروف يعني ما بتكلمش عليك لعيب كوره، هو اسطوره لا وفي الاداره ما جابتش زيه يعني كلاعب كوره. كابتن خطيب يعني من ايام يعني المايسترو صالح سليم وهو عنده ادوار في اداره النادي الاهلي بين الجميع. لا في هنا بنت دلوقتي لما تولى مسؤولية بان الأفكار، يعني هو مشكلة أي مؤسسة إيه؟ ما تكررش اللي بيعمله غيرك. مشكلة أي مؤسسة عشان يحصل نهضة كويسة إن أنت بتقدم أفكار جديدة، الأفكار اللي متقدمة واللي سمعناها واللي شفناها لغاية دلوقتي لا أفكار ممتازة جدا في مجال التسويق، مجال يعني كيف تحول الاسم البراند نيم الكبير بتاع الاهلي الى اقتصاد، يتحول لفلوس، يتحول لمنشات، يتحول لحركه، يتحول لفايده لاعضاء النادي. كل ده احنا شفناه. انا مش عايز اتكلم كتير على الحكايه دي لان يعني بس انا بقول ده يعني بمناسبه لحضرتك. لا وده امر ملموس الان، النادي الاهلي ما شاء الله بيتقدم خطوات، وشفنا المباريات الوديه وشفنا التسويق وشفنا القميص الجديد، وحتى زميلنا محمد سعيد تحدث عن العديد من الامور. احنا عندنا كلام مهم جدا ولسه هنخش بقى اكتر استفاضه في لقاءات منتخب مصر واستعداداته، ولكن بعد هذا الفاصل اوعوا تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حديث. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا نادي الاهلي واستعداداته لدوري ابطال افريقيا، وايضا بطوله استكمال بطوله الدوري. لسه النادي الاهلي متبقيه له 5 مباريات هيبتديها امام طنطا يوم الاثنين الثاني من ابريل، وبعد كده لقاء سموحه ثم وادي دجله وبتروجيتو، والاخير طبعا مواجهه نادي الزمالك وبتروجيتو. والزمالك حتى الان لم يتم تحديدهم. كابتن خالد، بدايه من استعداد نادي الاهلي لدوري ابطال افريقيا اللي هيلاعب
في احد ايام 4 أو 5 أو 6. اعتقد ان وجود يعني لقاء طنطا يوم 2 يبقى اعتقد ان هيبقى على اقصى تقدير يوم 6 من ابريل كامبالا سيتي الاوغندي، وهيبتديها مع الترجي. عايز اسال حضرتك كيف يستعد النادي الاهلي للمواجهات الافريقيه؟ طبعا هو لو هنتكلم بقى عن المواجهات الافريقيه، هو الهدف الاساسي بالنسبه للفريق النادي الاهلي الموسم القادم، ازاي باذن الله تعالى ربنا يوفقنا ويقدر النادي الاهلي ان هو يتوج ويفوز بالبطوله الافريقيه اللي هي غايبه عننا بقالها فتره، ومن بعديها التاهل لكاس العالم للانديه. وانا اعتقد يعني حتى لما بتكلم مع الكابتن حسام كتير، هو ده الهدف الاكبر والاسمى واللي حياس عليه بشكل كبير جدا، هو وجهازه ولعبت النادي الاهلي، ان هم ازاي يحصلوا على بطوله افريقيا باذن الله تعالى، وازاي يتوجوا بالوصول الى كاس العالم للانديه. بالنسبه للاستعداد طبعا المجموعه بتاعت النادي الاهلي، هل مباراه الدوري بالنسبه لي كنادي اهلي استعداد جيد للبطوله الافريقيه الان؟ لا، الدوري بتاعنا حاجة والبطولة الأفريقية حاجة تانية. معلش بالنسبة للدوري المصري، النادي الأهلي سابق معظم الفرق بشكل كبير جدا، يعني في تفاوت كبير جدا في المستويات، سواء مستويات فردية أو جماعية. فبرضو أنا من وجهة نظري إن مباريات الدوري مش هي المقياس أو هي الاستعداد الأمثل لمباريات أفريقيا. المفروض المباريات الأفريقية ليها نظرة تانية، ليها حسابات تانية، ليها تقييم تاني، ليها دوافع تانية لازم تتولد جديدة، ليها طموح تاني، لأن برضو المستوى الأفريقي بالذات ربنا يسهل بعد دوري المجموعات، لأن احنا في المجموعة معانا الترجي والتاونشيب روز البتسواني وكامبالا سيتي الأوغندي. يعني أنا يعني برضو من وجهة نظري البسيطة احنا والترجي اللي هنتأهل عن هذه المجموعة، لأن برضو الفرقتين التانيين بعاد عننا، ولكن المنافسة هتزيد وهتشتد بعد دوري المجموعات. نعم. هيبقى المنافسة هتبقى أقوى، هيبقى في قرعة تاني، لأن هذا النظام اتغير. النظام اتغير. أيوة. هيبقى فيه النظام اتغير، لأن الفترة اللي جاية هيعملوها زي دوري أبطال أوروبا، فهيبقى في قرعة تانية للمجموعات القادمة. فبرضه النادي الأهلي محتاج إنه يصعد أول مجموعة بحيث إن هو يتفادى إن يلاعب فرقة جامدة، ولكن المستويات بعد كده بتبقى قوية جدا على المستوى الأفريقي، محتاجة استعداد خاص جدا، محتاجة دوافع قوية جدا ودوافع جديدة بالنسبة للاعبين، محتاجة تدعيم في كل المراكز. يعني بيبقى ليها طبعا الجهاز الفني بتاعنا بقيادة الكابتن حسام البدري عامل حسابه بشكل كبير جدا، ازاي ان احنا نقدر ناخد بطولة افريقيا هذا الموسم، وما يحصلش زي ما حصل في البطولة اللي فاتت، احنا خسرنا في المباراة النهائية امام الوداد. فبإذن الله نتمنى ان يكون الاستعداد من خلال الدوري المجموعات المباريات اللي احنا هنلعبها، عشان نقدر نواصل بعد كده لما هنقابل مستويات اعلى في المراحل اللي بعد كده. استاذ سعيد، بالنسبه لمجموعه النادي الاهلي، عايز اخد وجهه نظرك في وقوع النادي الاهلي مع الترجي ومع كامبالا سيتي ومع تاونشيب رولز البتسوان. لا، زي ما قال الكابتن خالد، طبعا هو المنافس التقليدي بتاعك هو تونس والترجي، لكن الفرقتين التانيين اوغندا وبوتسوانا يعني ما فيش تاريخ وما فيش خبره كرويه وما فيش، فاعتقد ان احنا هنتاهل بسهوله، يعني مش بصعوبه، لكن احنا عايزين نطلع الاول، يعني اول مجموعه ده مهم جدا ومهم لسمعه النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي لازم يبقى الاول في على مجموعته، لان ده بيدي رساله بيخوف الفرق اللي هتقابلك، ده الاهلي جاهز، ده بينعكس ده في الملعب. يعني الثقه دي لما يخش الاول بتهز الفرق الثانيه. لذلك انا يعني طبعا زعلنا جدا، منتخبنا لعب ماتش كبير جدا قدام البرتغال، بس انا كان نفسي نطلع كسبانين بالواحد صفر، لان نتكلم على المنتخب باستفاضه. لكن انا دلوقتي بس عايز راي حضرتك عن المجموعه. لا، بقول لحضرتك المجموعه هتتاهل ان شاء الله، يعني بنسبه 100% هنتاهل للمرحله الثانيه للدوري الثاني، لان ما عندكش انديه
ليها سمعه كبيره جدا وتخوف وكده. فريق الاوغندي او البوتسوانا لا في الكوره متواضعين، ما عندكش الا الترجي، والترجي هو بنفسك تقليدي واحنا بنكسبه، او احنا يعني ما بقاش الكره التونسيه ليها زي ما هو في تنافس بقال. كبير جدا، والنادي الاهلي عنده الى حد كبير تفوق، ولكن لسه برضو التاهل في الملعب يا فندم. لا ما هو في الملعب بس الاهلي عودنا ان هو هو الاهلي لازم يكسب ولازم يطلع الاول، لو طلع الثاني يعني احنا كان بطوله افريقيا كان يعني قاب قوسين او ادنى كنا هنكسبها وخسرنا، فزعلنا لما الاهلي طلع الثاني، لا الاهلي لازم بطل. وحتى وان كان بفعل فعل، احنا عندنا تقرير زميلنا محمد سعيد مجهزه مع نجم النادي الاهلي صابر الرحيل، نطلع ونشوف ماذا قال صابر الرحيل لقناه النادي الاهلي. قناه الاهلي في كل مكان، واحنا على بال طائره الرحله الخاصه لفريق النادي الاهلي المتجهه الى اماره الفجيره بالامارات لمواجهه نادي الفجيره احتفالا طبعا بمرور 50 سنه على انشاء النادي. بالتاكيد كاسره النادي الاهلي بنبارك للنادي وبنتمنى لهم يا رب باذن الله بعد 50 سنه نحتفل بمئويه مع نادي الفجيره الاماراتي. لكن للاطلاع على تفاصيل هذه المباراه واستطلاعات الاراء وراي اللاعبين في هذه المواجهه الوديه، معي في هذه اللحظات كابتن صبري رحيل الظهير الايسر لفريق النادي الاهلي. كابتن صبري برحب بك في البدايه ورحله موفقه ان شاء الله، لكن بالتاكيد اسم الاهلي في الخليج العربي وفي العالم بشكل كبير بيتطلب ان الاهلي يطلب في العديد من المباريات الوديه في الفتره الاخيره. اكيد طبعا النادي الاهلي نادي كبير، طبعا شرف لاي نادي النادي الاهلي يروح يلعبه، ان شاء الله تكون مباراه وديه كويسه بيننا وبين نادي الفجيره، نظهر بشكل كويس، شكل يليق باسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير، شرف لاي حد النادي الاهلي يروح يلعبه. طبعا بحب ابارك طبعا لجمهور النادي الاهلي النجمه الرابعه وكابتن حمودي طبعا عمال يشاور لي طبعا. كابتن حمودي ايه؟ باكل لب مش هينفع والله، باكل لك هاجي لك. اتفضل يا كابتن صبري. ومبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي النجمه الرابعه، ومبروك للعيبه برضه تعبوا السنه دي وعملوا موسم طويل. بنبارك لهم ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه نحاول نركز في افريقيا اكتر واكتر، ونحاول ناخدها ان شاء الله تكون التاسعه باذن الله، وكاس مصر باذن الله ان شاء الله يعني نظهر بشكل كويس في المباريات اللي جايه في الدوري ان شاء الله. طيب دخلتني بسرعه في مباريات الدوري والمباركه للنجمه الرابعه، بس بالبدايه يعني طبعا انت شايف انك لما يبقى النادي الاهلي مطلوب في المباريات الخليجيه وفي العربيه وفي الدوليه شيء ايجابي، انت بالنسبه لك كلاعب بتشعر بايه لما بتسافر وتلاقي حتى جمهور النادي الاهلي متواجد بره في كل مكان؟ اكيد طبعا النادي الاهلي نادي كبير، نادي جمهوره في كل حته في العالم، يعني مش في افريقيا ولا في الوطن العربي بس، لا في كل حته في العالم. النادي الاهلي بيطلب ده يعني اسم النادي الاهلي نادي كبير ما يقلش عن اي نادي في العالم يعني. فطبعا ده شرف لاي حد ان يلبس تيشيرت النادي الاهلي ويكون موجود في النادي الاهلي، ودي حاجه يعني بتعلي من اسم اللاعب ان يكون موجود في النادي الاهلي في مباراه زي كده. النجم الرابع بقى والدوري، المشوار كان طويل ومشوار كان صعب، الناس بترى ان الاهلي فايز بفارق نقاط كبير عن اقرب المنافسين، لكن ده ان دل على شيء بيدل على ان انتم مركزين، والبطوله كانت صعبه مش سهله. بالظبط، ده موسم طويل وعدد مباريات كتير، اكيد لو انت مش مركز في كل مباراه وبتاخدها بشكل جدي وبتموت نفسك فيها مش هتكسب اكيد يعني. فانت النادي الاهلي مطالب كل ماتش انه يكسب، طالب كل ماتش يعمل نتيجه كويسه، اداء كويس، مش كويس كمان اداء جامد جدا كمان. انت بتقيم كل ماتش كل مباراه من الجمهور، جمهورك فاهم كوره وبيفهم وعارف الدنيا فيها ايه، فانت مطالب كل ماتش انه تكسب. فاكيد الموسم السنه دي كان صعب جدا ان انت تكسب، موسم السنه دي كان موسم صعب جدا. بغض النظر بقى على فرق النقاط، انت بتاخد ماتش بماتشه مالكش دعوه بالفرق النقاط، انت بتكسب كل مباراه، بدليل انت الفتره اللي جايه خدت الدوري، خدت الدوري الحمد لله، والنجمه الرابع مطالب ان تكسب المباراه اللي باقيه برضه، مش هتقول خلاص انا خدت الدوري فمش هكسب، لا مطالب ان تكسب برضه. اصعب مباراه للاهلي السنه دي في الدوري كانت مين؟ لا هو في مباريات كثيره، بص في مباريات بتبقى كبيره بتبقى سهله من ناحيه التركيز، في مباريات بتبقى صغيره ممكن تبقى اصعب من مباريات كبيره. يعني انت مثلا السنه دي مثلا مباراه طنطا كانت السنه دي كانت بالنسبه لنا صعبه وتعادلنا فيها، ما مش مقياس حالتك انت ايه، حاله نادي الاهلي ايه، وقيمه نادي الاهلي في المباراه هي دي اللي بتسهل الماتش او بتصعب الماتش، مالهاش علاقه في مين اللي بيلعبك، هي بترجع ليك انت مركز في الماتش ازاي ومستعد للماتش ازاي وجاهز للماتش ازاي. فعشان كده المباراه بتبقى صعب في مباراه بتبقى صغيره بتبقى صعبه جدا، ومباراه بتبقى كبيره بتبقى سهله جدا، انت اللي بتسهل الماتش على نفسك وانت بتصعب الماتش على نفسك. في نقطه لما انت كل نجمه بتعبر عن 10 سنين بطوله الدوري، لما بقى اسمك محفور في التاريخ انك كنت مشارك في النجمه الرابعه، يعني حتى انت كل 10 سنين بتقول قائمه الشرف اللعيبه اللي شاركوا في النجمه ديت، كلاعب بتهتم بالنقط دي بتحطها في ارشيفك في شغلك؟ اكيد طبعا، انت موجود في النادي الاهلي
مش بتاخد النجمه الرابعه بس، بتاخد دوري واحد بس مع النادي الاهلي، ده شرف ليك انت، بتحط في تاريخك دوري، كاس، افريقيا، اي بطوله بتاخدها مع النادي الاهلي ده شرف ليك انت، وبتحط في السي في بتاعك اسمك. اكيد طبعا ان انا احضر حاجه زي كده اكيد ده شرف كبير ليا ان انا ابقى موجود والناس تذكر اسمي في النجمه الرابعه دي. رحله الجابون انت كنت غايب عنها بسبب طبعا كان في الام في الاذن، محتاجين نعرف يعني نطمن عليك دلوقتي، خلاص انت مع البعثه اللي مسافره الامارات، لكن الفتره دي خدت منك وقت شويه كنت بعيد. كان عندي مشكله في ودني في الاذن الوسطى، ما اعرفش كانت ايه، طبعا الدكتور قال لي مش هينفع تسافر، لازم تريح الفتره اللي جايه، فبعد سفريه الجابون دي ممكن تسافر اي سفريه تانية، هي كانت المشكله بس في الفتره اللي كان فيها سفريه الجابون. وعندنا الجهاز طبعا كان متفاهم، كابتن حسام والجهاز الفني كله كانوا متفاهمين حاجه زي كده وقدروا حاجه زي كده، ويعني خافوا على الواحد انه يسافر. يعني مين اطمن عليك من اللعيبه؟ محمد نجيب لسه معادي كان بيبص لك، يعني نجيب سال عليك؟ نجيب طبعا، نجيب على طول بيسال عليا، لا اللعبة كلها بصراحه بيسالوا، اللعبة كلها بتهتم، بس طبعا انا اليوم اللي انا ما سافرتش فيه نجيب. ماشي يا عم نجيب. لا هو انا المشكله اليوم انا كنت مسافر، بس رحت عملت كشف، الدكتور قال لي مش هينفع تسافر، هم اللعيبه ما كانتش تعرف، هم عرفوا بعد كده وهم كانوا هناك ان انا ما مسافرتش. غلبان انت يا صبري. ليه؟ طيب طيب الجزئيه الثانيه اللي عايز اسالك فيها برضو، ممكن تكون بعيد عن المباريات فتره لكن ليك دور مع الفريق والجهاز الفني بيبقى شايف ده، الجمهور ممكن بيحسبها حسابات تانية، انت كلاعب وانت معاهم في الفرقه مطالبين ب 11 اساسي ودايما في استمراريه لعدد من اللاعبين، لكن انت كلاعب بتفكر فيها ازاي وانت ممكن تشارك في فتره وتبعد فتره والجهاز لو عايزك في توقيت معين لازم تكون جاهزيه كامله كانك بتشارك في فتره طويله. مبدئيا اي حد ما بيلعبش بيبقى زعلان، يعني بزعل ده طبيعي ان انت بتلعبش بيكون زعلان، الزعل اللي هو يفيدك ويفيد الفرقه، مش مثلا انا زعلان لا ما اتمرنش كويس، مش انا زعلان مثلا ان انا عامل مشاكل مع شكرا، مش انا زعلان مثلا ان انا عامل مشاكل مثلا مع الجهاز الفني او مشاكل مع زمايلي، لا هو مطالب ان انا زعلان او متضايق او مخنوق، لا اموت نفسي في التمرين، اجتهد اكتر، عن دافع ان انا ابقى موجود. حته اللعب دي بتاع كابتن حسام بقى مش بتاعتي، يعني انا ممكن ابقى ماشي كويس وما بلعبش، فاهم؟ في علي ماشي كويس الفتره دي، فعلي اللي هو اللي راكب خلاص، صبري بقى رقم 2 ما فيش مشكله، اهم حاجه ابقى انا بس قريب على طول دايما، انا بموت نفسي وبسعى ان انا ابقى رقم 1. ممكن يكون عندي جا فتره من فترات، مش هلوم برده، مش هقول برده ان التاثير كله لما كابتن حسام عشان ما بيلعبنيش، لا ممكن ابقى انا مقصر في حاجات فانا بشتغل عليها، ممكن ابقى الناس شايفه مثلا صبري مقصر في حاجه فنيه في الملعب، لا انا بشتغل عليها الفتره دي ان شاء الله تبان بشكل كويس. حته بقى اللعب ومش اللعب دي مش بتاعتي، بس انا اذا انت في النادي الاهلي مطالب وبتتقيم كل مباراه حتى لو ماتش ودي، انت بعيد بقالك مثلا، انا راجل بقالي سنه مثلا سنتين بعيد مثلا، باخد كل فتره فين وفين لما بلعب، بس مطالب كل ماتش العبه هتقيم ان انا ابقى كويس، فبشتغل على الحته دي ان انا لازم عشان بلعب في النادي الاهلي لازم ابقى كويس كل مباراه. باقي عدد قليل من المباريات الفتره الجايه، خلاص ممكن الجهاز يدفع بالعدد اللي كانش بيشارك الفتره الاخيره، عندك كمان مباريات كاس مصر، في نسبه اتجاه ان شاء الله تشاركوا في الفتره القادمه باذن الله؟ والله الجهاز لسه ما بيتكلمش في الحاجات دي لما بيقرب من توقيتها، يعني لا هو كابتن حسام يعني هو اتكلم كتير وبيتكلم مع لعيبه كتير في النقطه دي، هو بيتكلم بياخد كل مرحله بمرحله. كانت المرحله اللي فاتت كانت ماتش افريقيا ان احنا اهم حاجه نعدي الدور ونصعد، ان شاء الله الفتره الجايه لما يرجع كابتن حسام من الاجازه اكيد هيتكلم في المرحله الجديده، هيشوف هيعمل ايه، طبعا هيتكلم مع اللعيبه مين اللي هيلعب مين اللي هيقعد مين اللي هيريح، لسه ما حدش يعرفه. طيب فرصه انت معايا اسالك على المنتخب والاداء اللي ظهر بيه امام البرتغال، اولا يعني انا اسالك بقى يعني كمصري مش كلاعب كوره، زعلت من الخساره ولا انت شايف النتيجه بشكل عام للمنتخب ايجابيه اكتر منها خساره مباراه او يعني مكسب هي مباراه وديه؟ لا هو في الاول وفي الاخر دي مباراه وديه، عشان هو الراجل كمستر كور بيشوف اللي هو الاخطاء اللي ممكن تحصل في الماتشات الوديه، يشوف اللعيبه اللي ممكن يدفع بيها، اللعيبه اللي بيجرب لعيبه، بيشوف لعيبه، دي ماتش اولا ماتش ودي، بس الاداء اللي ظهر بيه المنتخب كان جامد جدا، كان اداء يعني حاجه محترمه، هو ممكن تكون انت زعلت بس ان انت خسرت في اخر دقيقتين، ده هو دي الحاجه اللي تزعلك يعني، بس انت بتلعب برضه صوت منتخب كبير، منتخب البرتغال منتخب كبير طبعا، يعني هو منتخب كبير فاهم، فان انت تخسر منه 2-1 مش هنقول برضه الكوره هي الكوره يا اما مكسب يا اما خساره، بس انا بتكلم على المنتخب بتاعنا ان انت دلوقتي انت بتشوف بتجرب اما تخسر مثلا هو اللي زعل الوحيد دقيقتين. بصراحه ما كلمتش حد بعد ماتش البرتغال، مش مع حد يعني، بس كلهم يعني لعيبه كلهم اخواتي وكلهم حبايبي يعني، بس ما كانش مع حد يعني بعد الماتش. طيب شفت مواجهه كريستيانو قدام احمد فتحي؟ لا احمد فتحي طبعا الكابتن، طبعا كريستيانو لعيب كبير وكابتن احمد طبعا لعيب كبير برضه، ما خلاهوش يشوف خالص.
لا مش مشكله، بس هي ما بترجعش لقيمته في الملعب. هو قيمته بنت في اخر دقيقتين، هي دي قيمه اللاعب الكبير، خلص ماتش في دقيقتين، انت مش طالب اكتر من كده يعني. بس ان شاء الله بالتوفيق لمنتخب مصر الفتره اللي جايه، ويظهر بشكل احسن واحسن، وان شاء الله يعني في كاس العالم ان شاء الله نعمل حاجه باذن الله. ده كان لقائنا مع كابتن صبري رحيل. صراحه واحد من اللعيبه المؤدبه جدا، محترمه جدا، تحس ان صبري يعني من قطاع الناشئين الاهلي باخلاقه بادائه، راجل سواء هو في الملعب موجود بيأدي بشكل كويس، بره الملعب تسمع له صوت، راجل ملتزم في تدريبه، ودي الحاجات اللي الصراحه بنفخر بيها جوه النادي الاهلي. كابتن خالد، يعني دي الاساسيات اللي انتم بتدوها في قطاع الناشئين للعيبه الصغيرين. بالظبط، وحتى يعني بالنسبه لصبري رحيل ومثلا محمد نجيب، هم مش من اشبال النادي الاهلي، ولكن اي حد بيخش النادي الاهلي خلاص بيكتسب المبادئ والاخلاق والسلوك الطيب، وقله الكلام وامتى يتكلم وامتى يسكت، بيبقى عارف حقوقه ايه واجباته ايه، فبيمشي على المنظومه. فطبعا صبري من اللعيبه الكويسين، وشرب مبادئ النادي الاهلي هو ونجيب والناس اللي ما كانتش في قطاع الناشئين يعني في النادي الاهلي. باين الفرحه يا كابتن استاذ سعيد في تصريحات صبري عن الفوز بالدوري. اه طبعا، لانه يعني هو عنده انتماء، يعني ده طبيعي يعني، ويعني اي لعيب بيبقى فرحته الكبرى ان هو يفوز بالدوري يعني، فمش جديد عليه، وهو الحقيقه من اللعيبه اللي عندهم انتماء شديد جدا، وزي ما انت قلت برضه زي ما انت وصفته، وعلى يعني ملتزم جدا وهادئ جدا، وزي ما انا بسمع يعني ان هو ما بيطلعلوش صوت، وده النوع اللي بيعجب المدربين، مطيع جدا، وسمعوه كان ابو تريكه كده على فكره. نعم، يعني هو اللعيب اللي ما بيتكلمش كتير، اللي اداؤه بتلاقيه في اداؤه في الملعب عالي جدا جدا جدا، اللي بيتكلم كتير هتلاقيه برضه في الملعب يعني ممكن اداؤه ينزل ويهنكر، فهو نموذج زي ما انت قلت يا كابتن فاروق، لعيب لثقافه النادي الاهلي، او الاهلي مدرسه، فاللي بيخش جوه المدرسه دي بيتعلم منها قيم كثيره جدا، ويمشي وفق منظومه قديمه جدا، اللي ما بيتكيفش معاها بيلاقي نفسه مطرود بره، يعني بيطلع بره زي نماذج بسيطه احنا عارفينها يعني على مر التاريخ. وده بيبقى باين لحتى الجمهور نفسه بيبقى حاسس بهذا الامر، لما بيلاقي اي من هذه الامور هو نفس الجمهور بيقول ده مش هيكمل، ده هيبقى في الحد اللي خلاص، مش بس المدربين، احنا بنتكلم على الجمهور الشارع اللي دايما بقى واعي جدا، بقى عنده معلومات ما شاء الله دلوقتي، السوشيال ميديا والانترنت وكل المعلومات بقت متاحه للجميع، فبيبقى حاسس. بس جمهور النادي الاهلي دايما مختلف. كابتن خالد، هرجع بقى مع حضرتك للنادي الاهلي واستعدادات الدوري الممتاز. النادي الاهلي عنده مواجهه امام طنطا، تعادل في الدور الاول بهدف مقابل هدف، وفريق طنطا بيصارع بقوه من اجل البقاء في بطوله الدوري الممتاز. والنادي الاهلي هيلعب يعني على الثلاث نقاط، لازم يكسب، هتبقى فرصه برضو لتجربه العديد من اللعيبه، يعني اللعيبه اللي بعيده اللي شايف الكابتن حسام ان هو ممكن يديها، ممكن هتبقى فرصه ان هم يشتركوا، ولكن في نفس الوقت مش هنشت على الهدف بتاعنا ان احنا لازم نكسب ولازم ناخد الثلاث نقاط زي ما النادي الاهلي معودنا. فهي هتبقى مباريات كلها مش سهله للنادي الاهلي، لان في فرق زي ما انت بتقول بتصارع على البقاء في الدوري، في فرق عايزه تحسن من مراكزها، فهينزلوا يلعبوا بقوه كبيره جدا قدام النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي زي ما عودنا هياخد كل مباراه على محمل الجديه، ولازم هنكسب باذن الله. باذن الله. استاذ سعيد، هل حاله لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده في المنتخبات، يعني عندنا في المنتخب الاول عندنا ما شاء الله ذخيره كبيره جدا، وجود محمد الشناوي، وجود احمد فتحي، وجود حسام عاشور، مروان محسن، دول من اكبر الركائز اللي موجوده، طبعا عبد الله السعيد متواجد، في لعيبه كثيره جدا من النادي الاهلي في المنتخبات، عندنا في المنتخب الاولمبي صلاح محسن واحمد ياسر ريان، عندنا لعيبه على اعلى مستوى، وجودهم في الماتشات اللي قادمه في بطوله الدوري الممتاز، هل دورهم يبتدي يبان بصوره اكبر، خاصه ان الكابتن حسام البدري متابع سياسه التدوير منذ بدايه الموسم، وبعد حسم البطوله النادي الكابتن حسام صرح وقال انا هدي فرص اكبر. طبعا، يعني بعد ما خدنا الدوري، بعد ما الاهلي خد الدوري، طبعا على طول هيبتدي الكابتن حسام يعمل عمليه التدوير دي عشان يدي فرص للعيبه اللي ما خدتش فرص،
اتنين بيعيد برضو بيعيد يعني بيعيد تفكيره بالنسبة يعني داخل على بطولة افريقيا، فبرضو بيدورها في دماغه ممكن يعمل احلال وتبديل في بعض المراكز وفق المستجدات، حد اصيب، لعيب تقاعس، محتاج يدعم مركز معين، ففي مراكز برضو محتاجة يعني عندك منطقة يعني قلب الدفاع محتاجة ان انت تدعمها كويس جدا، لان هي دي اللي خسرتك بطولة افريقيا لما احترف او كان في قرار خاطئ من اهم القرارات الخاطئة اللي تسببت في ضياع بطولة افريقيا، احتراف حجازي في توقيت يعني توقيت سيء جدا وانت داخل على المراحل النهائية، فكانت نتيجة ان جالك جون من المكان اللي كان بيقف فيه حجازي الطويل والكرات العالية، فجالك جون بضربة راس. سنة الاهلي يعني كابتن يا فندم، معلش انا اسف بقول لحضرتك كابتن كتير. لا ولا يهمك كابتن، ده انت كده انقضاض. ما بيقفش على لاعب مهما كان قيمته مهما كان مكانه، النادي الاهلي دائما دوما حضر، وكان برضه صراحه دور سعد ودور نجيب كنت حضرتك لسه بتشيد بيه وكابتن خالد، ولكن في اللي جاي ان شاء الله استقدام لاعب في مركز قلب الدفاع، وبرضه شفنا النادي الاهلي الان بيصعد لعيبه من الناشئين في مركز قلب الدفاع. ايمن اشرف متالق كمان في المكان ده، محمد هاني لاعب، محمد هاني بيلعب كويس، يعني الحلول موجوده والبدائل موجوده، ولكن ان شاء الله طبعا كلام حضرتك في استخدام لعيب في قلب الدفاع خاصه احنا داخلين على مراحل اخرى. انا بتكلم يا كابتن فاروق، يعني في احيانا بيبقى في قرار خاطئ، احنا ما احناش يعني انبياء، ف يعني ده كان من القرار. هو طبعا الكابتن حسام يعني عمل اداء رائع جدا على طوال الموسم، وعامل ريكورد في الماتشات اللي ما اتغلبهاش، وعامل انجازات كبيره جدا، بس يعني اي مدرب حتى لو كان يعني مورينيو غير مورينيو اليوم في هفوات، يعني فدي من الحاجات الحقيقه يعني. بس بعض الاوقات برضه يعني ممكن ما يبقاش قرار مدير فني. انا كنت لسه هقول لك على فكره، ده كان قرار اقتصادي يعني كان قرار سياسي. ان وانا سمعت يعني كان يعني الاخ محمود طاهر رئيس المجلس كان بيقول ان هو النادي استفاد 18 مليون جنيه او حاجه زي كده، بس انت في مقابل 18 مليون اللي اتباع بيهم حجازي خسرت حوالي 300 مليون اللي هي مكاسب المركز الاول. طب احنا عندنا طبعا نجومنا بقى الشباب الصاعده اللي عندهم اول بقى رحله، ومش اول، يمكن رمضان طلع قبل كده في لقاء الشباب، ولكن برضو وجوده مع بعثة النادي الاهلي في السفر حاجه مهمه جدا. نروح نشوف نجوم النادي الاهلي الصاعده كريم رحية رمضان مصطفى قالوا ايه في حوارهم لقناه النادي الاهلي. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يمكن متابعين معكم طبعا خلال هذه الرحلة سفر فريق النادي الأهلي إلى الإمارات لمواجهة فريق الفجيرة الإماراتي، يمكن احتفالا بمرور 50 عاما على إنشاء هذا النادي العريق احتفالا باليوبيل الذهبي. وخلال سفر فريق النادي الأهلي بتبقى هناك فرص عظيمة لعدد من اللاعبين، خاصة المصعدين طبعا من قطاع الناشئين للمشاركة مع الفريق الأول في هذه المباريات الودية، وبتبقى فرصة عظيمة لعدد من هؤلاء اللاعبين لإثبات الوجود والتواجد مع الفريق الأول خلال الفترة القادمة. معي في هذه اللحظات اثنين من نجوم فريق النادي الاهلي في قطاع الناشئين، واللي بالتاكيد وجودهم مع الفريق الاول فرصه طيبه ليهم للمشاركه في هذه المباراه الوديه امام فريق الفجيره. معي في هذه اللحظات كابتن رمضان محمد مصطفى على يميني وهو حارس فريق النادي الاهلي مواليد 99، وعلى يساري كابتن كريم يحيى مدافع فريق النادي الاهلي مواليد 98 واللي بيلعب مع فريق 97 اللي بيقوده الكابتن مدحت طه اسماعيل. رمضان يعني استاذنك ابدا بالاكبر سنا، ابدا بكريم. كريم برحب بيك على شاشه قناه الاهلي، وبالتاكيد يعني عايز اعرف احساسك في هذه المرحله وانت مسافر مع الفريق في مباراه وديه امام فريق الفجيره الاماراتي، وانت صعدت قبل كده ايام ما جريده، لكن فرصه سنحت ليك تاني يكون موجود مع الفريق الاول لاثبات الوجود. تمام، طبعا بشكرك طبعا على المقدمه دي، ويعني طبعا دي فرصه كويسه قوي من كابتن حسام بدري وكابتن احمد ايوب انهم يعني الحمد لله اختاروني ان انا اسافر معاهم سفريه المباراه الوديه بتاعه الفجيره، فان شاء الله يعني تبقى خير يعني ان شاء الله وربنا يكرم يعني. طيب صعدت قبل كده مع كان جريد اعتقد في الفتره الحاليه الفتره السابقه وشاركت، شايف الفرصه المره دي بتتاحك ليك للمره الثانيه، شايفها ازاي وتبقى فرصه جيده ليك في مباراه وديه امام فريق الناس كلها بتتفرج عليها؟ طبعا يا فرصه كويسه، انا صعدت مع
مستر جريدو قبل كده ومستر باسيرو والحمد لله طبعا دلوقتي مع كابتن حسام ودي فرصة كويسة جدا يعني للواحد ان هو يثبت نفسه تاني قدام كابتن حسام وكابتن احمد والجهاز الفني يعني. يمكن بعد احتراف احمد حجازي ورامي ربيعه يمكن تعرض لاصابه خلال الفتره الاخيره اتمنى له السلامه يا رب ان شاء الله، لكن المركز ده تحديدا خط الدفاع فرصه ان الاهلي يعني يلاقي لعيب من قطاع ناشئين هتبقى حاجه ايجابيه. المساله دي بيفكروا فيها ازاي؟ وكمان انت بتشارك دايما مع فريق 97 اللي هو فريق الشباب اللي بيصعد دايما للدرجه الاولى. تمام، انا عامه بلعب باك رايت وسيرد باك يعني في المكانين، فالكابتن طبعا بيطلبوا مني بعمله العب في المكان ده العب في المكان ده، فطبعا تحت امر الجهاز الفني في اي مكان يعني. فرصه ليك ما تتعوضش اعتقد. ايوه طبعا يعني فرصه كويسه جدا يعني، وان شاء الله وخير يعني ربنا كاتبه الواحد هو اللي هيشوفه، والواحد بيجتهد وكل حاجه ومسيبه على ربنا يعني. وقت ما بلغوك بقى بالسفر مع الفريق الامارات وممكن تصعدت تدريب او تدريبتين مع الفريق. تمام. طبعا كابتن سعيد احمد بلغني وكابتن مدحت اسماعيل المدرب بتاعنا كلموني يعني قالوا لي ان انا ابقى متواجد معاهم في السفريه ان شاء الله. مع 97 الدنيا اخبار ايه في القطاع تحت وفي المباريات الناشئين والدوري؟ لا تمام يعني الحمد لله يعني ماشيين بخطوه كويسه، ولينا ماتشين مؤجلين مع الزمالك والاتحاد السكندري ان شاء الله نكسبهم نبقى اول يعني باذن الله، والحمد لله يعني كويسين يعني الحمد لله. مين اللاعب اللي بتحبه في مركزك او انت شايفه مثلا اعلى نفسك تبقى زيه مثلا؟ كابتن احمد فتحي طبعا. كان احمد فتحي كان كابتن وائل جمعه، فسواء في المكانين يعني في الاثنين كان كنت بحب لعبهم قوي يعني. خد بالك فتحي برضه سيرد باك. مش مشكله بس سيرد باك كويس، بس هم يعني في مصر يعني الاثنين دول الكباتن دول طبعا مثل الاعلى يعني. انت لما تصعدت الفريق الاول شفت بقى الكابتن حسام غالي الكابتن واللعيبه الكبيره، لما في لعيبه صغيره داخله مع الفريق الاول بيبقى الاجتماعات والدنيا تبقى عامله ازاي معاكم؟ لا طبعا كابتن حسام وحسام غالي يعني واللعيبه الكبار بيحسوا ان مفيش فرق بيننا وبينهم، بيتكلموا معانا يشد حيلك دي فرصه كويسه كده، بيتكلموا معانا ما بنحسش ان هو يعني معانا نجم كبير وبيتكلم معانا بطريقه ثانيه، لا بيكون يعني قريب مننا وبيكلمنا ودايما بيحفزنا يعني. من المشاركه ان شاء الله توصل بشكل ايجابي باذن الله يا كريم. ان شاء الله طبعا يعني باذن الله. فرصه كويسه يعني ان شاء الله ربنا يكرمني يعني ان شاء الله. بالتوفيق يا كريم. ان شاء الله ربنا يخليك يا محمد. طيب نكمل معاكم في اللقاء، ومعي في هذه اللحظات احد الحراس اللي ان شاء الله نتمنى له التوفيق في الفتره القادمه، رمضان محمد مصطفى مواليد 99. برحب بك رمضان، ازيك؟ الحمد لله تمام، وشكرا لحضرتك على المقدمه الكويسه دي يعني، وبشكر حضرتك على المقدمه دي. طيب قول لي بقى كابتن طارق سليمان دايما بيتعامل مع حراس قطاع الناشئين بشكل مختلف تماما، دايما بشوفه بيحضر ماتشاتهم بيتفرج عليهم، انت كمان اتصعدت مش في السفريه دي او في الرحله دي فقط، لا انت بقالك فتره بتطلع مع الفريق الاول بتأدي بعض التدريبات مع الحراس الكبار سواء الشناوي او اكرامي او حتى علي لطفي. كابتن طارق بيجي يتفرج على الماتشات بتاعتنا كل فتره، بيجي يتفرج وبيدي لكل واحد فرصه وبتاعه، وكلنا بنشتغل واللي بنعمل اللي علينا وبنسيب بقى على ربنا يعني، هو في الاخر الاختيار للجهاز الفني ولكابتن طارق. اكيد مبسوط من التصعيد والتواجد في هذه الرحله، لكن بتفكر فيها ازاي كناحيه فنيه او ناحيه كره قدم بقى كشغلك؟ والله يعني حاجة كويسة ان انا ابقى مع النادي الاهلي في اي مكان يعني، مش شرط في السفرية بس يعني، كفاية ان انا بتمرن معاه ومع النجوم الكبار، وبالنسبة لي يعني انا ده ماتش، وبالنسبة لي بتعامل مع النواة زي اي ماتش مع فرقتي وبتاع، اي انا بتعامل مع الماتشات كلها كأنها ماتش واحد يعني كفرقتي او في الدرجة الاولى. انت مواليد 99 لكن بتلعب مع بتصعد 97 ولا دايما في 99؟ ماتشاتي كلها مع 97. شيء ايجابي مع فريق اكبر منك في مرحله سنيه سنتين. يعني حاجه كويسه طبعا يعني، العب مع كابتن مدحت ويعني بيديني الثقه، وكابتن خالد عثمان مدرب الحراس مديني الثقه طبعا ان انا بلعب معاهم، ودايما واقفين معايا وبيشجعوني وبيعمل اللي عليك والباقي على ربنا وبتاع، وانت جون كويس وبتاع يعني واقفين معايا يعني على طول. قول لي جيت الاهلي ازاي؟ يعني هل من نادي اخر ومن فتره قريبه، ولا جاي عن طريق الاختبارات، او جيت انت اختبرت الاهلي؟ انا جيت عن طريق الاختبارات تبع النادي الاهلي في 2007، وكان اللي اختارني في الاختبارات كان كابتن طارق سليمان برضو هو اللي اختارني وقال لي انا عايزك معايا وبتاع، ومضيت في النادي يعني من 2007. يعني بعد 9 سنين اختبرك وشافك، وبعد 9 سنين دلوقتي ضمك فريق اول.
طبعا حاجه كويسه يعني، هو عارفني من الاول وبتاعه، وبعدين كلم المسؤولين تحت وقال لهم انا عايزه معايا فوق وبتاعه، وطلعت معايا يعني بقى لي 4 شهور دلوقتي. طيب في هذه الرحله انا عارف كان في حارس اخر متصاعد معاك، وكان في يعني اختيار بينك او بينه، يعني اشتغلتوا ازاي في المرحله ديت قبل السفر؟ والله احنا اشتغلنا في التمرين مع كابتن طارق وبتاع، هو كان الاختيار ليهم يعني، انا كنت يعني كان لو كان ان هو هيسافر وانا ما كنتش هزعل يعني، الحاجه بتاعت ربنا يعني، وربنا ما بيجيبش حاجه وحشه يعني. مسافر مع علي لطفي، لان بالتاكيد كابتن شريف اكرامي مصاب فمش مع الفريق، لكن نسبه المشاركه بقى بتتمنى ان شاء الله تشارك حتى لو جزء من المباراه، شايفها فرصه ازاي بالنسبه لك؟ وهتبقى قلقان ولا بتفكر فيها ازاي؟ طبعا يعني الفرصه في يعني فرصتي في المشاركه يعني، بتمنى ان انا اشارك، ودي هتبقى حاجه كويسه وخطوه كويسه ليا. وبالنسبه لي يعني شوف اكيد في سنه قلق، بس ده طبيعي يعني، لان يبقى اول ماتش يعني مع النادي، ويبقى بره وبتاع، وماتش كويس يعني مع نادي الفجير الاماراتي وبتاع. كنت تتمرن مع اكرامي والشناوي وعلي، الحوار داير ازاي بينكم يعني، بينك ومع الثلاثه الكبار؟ بصراحه هم الثلاثه يعني شخصيات كويسه، وبيتعاملوا معايا ان انا يعني زي اخوهم الصغير وبتاع، وبيتعاملوا معايا كويس، وما بيحسنش بفرق وبتاع، وكلهم بيتعاملوا معايا كويس وبيشجعوني في التمرين وبتاع، وكله تمام يعني. بس هم يعني اكتر من كده؟ لا طبعا يعني ليا الشرف ان انا بتمرن مع يعني الثلاثه دول بصراحه يعني. لا في اوضه اللبس طبعا بيتكلم وبيهزروا وبتاع، ومفيش فرق يعني، مفيش فرق بيني وبينهم يعني. طب رهيب مساله تتمرن في التتش، يمكن يعني دايما اي لعيب في قطاع ناشئين طموحه التتش، ملعب التتش في الجزيره. طبعا ده ملعب كبير وشاف نجوم كبيره بصراحه يعني، ونجوم كتير كانت تتمرن، واي حد بيتمنى في يتمرن في الملعب ده. تمام كتير عشان تثبت وجودك، اكيد انت عارف مش من ماتش او اتنين يعني، لسه المشوار طويل ان شاء الله. طبعا يعني في 3 حراس يعني على مستوى عالي، وانا يعني بشارك في التمرين وبعمل اللي عليا، ومستني فرصتي في اي وقت ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله. شكرا. ده كان حوارنا مع نجوم النادي الاهلي الصاعدين القادمين ان شاء الله في الاونه القادمه. كابتن خالد، حضرتك طبعا نائب مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي، واولادك واولاد النادي، عايز برضه اخد راي حضرتك في كلامه. لا انا مبسوط بيهم جدا طبعا، وفرصه كويسه بالنسبه لهم، اتمنى ان هم يستثمروها بشكل جيد. كريم يحيى من اللعيبه الجيدين، ظهير ايمن على مستوى عالي، سريع قوي، امكانياته تؤهله ان هو يكون موجود، بس ربنا يسهل باذن الله ويكون موفق. ونفس الكلام بالنسبه لرمضان، هو مش جديد على الفرقه، لان بقاله فتره بيتمرن طارق سليمان على طول بياخده معاه فوق، ودي حاجه من الحاجات الكويسه جدا، اكتسب ثقه كبيره جدا. وانا اتمنى ان بالنسبه لحراس المرمى على مستوى القطاع، اتمنى يعني من الكابتن طارق ان هو كل فتره يطلع واحد ورا الثاني، ياخدوا ثقه وياخدوا يتمرنوا معاه، ويحسوا برده بالاجواء بتاع الدرجه الاولى، لان دي حاجه هتفرق معاهم بشكل كبير. اتمنى لهم التوفيق، لو كان في فرصه الكابتن حسام البدري باذن الله هيديها لهم، اتمنى ان هم يستثمروها بشكل جيد. ودي حاجه من الحاجات المهمه، ودلوقتي دي رساله بالنسبه لاي لاعب داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، في اي وقت ممكن تطلب للدرجه الاولى وانك تتمرن مع النجوم الكبار. احنا هنطلع نتكلم على منتخب مصر ونشوف تقرير مهم جدا عن منتخب مصر واستعداده، ونرجع ونكمل كلام. مباريات طبعا واستعداد منتخب مصر، اللقاء الاول كان امام البرتغال في سويسرا، بعد غد ان شاء الله يوم الثلاثاء المنتخب المصري هيواجه اليونان قبل التوجه طبعا مره اخرى واستكمال الاستعداد قبل المونديال. ان شاء الله منتخبنا يلعب 5 مباريات، لعب واحده منهم امام البرتغال. استاذ سعيد، هبتدي مع حضرتك برايك في بدايه استعداد المنتخب المصري امام البرتغال. بداية الاستعداد؟ نعم. ولا الماتش؟ بداية الاستعداد مصر. ماتش المعسكر كان امام البرتغال. اول ماتش يعني المنتخب الحقيقه لعب حلو، ويعني شفنا المنتخب بيتطور، لكن المشكله الحقيقه في كوبر. ربما يكون الكلام ده صادم، بس انا ما فيش مشاكل بيني وبين كوبر، وما اعرفوش وما يعرفنيش، لكن انا بحس او بشوف او عندي انطباع ان هو مدرب خواف، ومش ما عندوش شجاعه هجوم، ما عندوش جرأه المخاطره والمغامره. يعني انا بقارن بينه وبين واحد مثلا زي مانويل جوزيه، كان مغامر ومخاطر
وبيهاجم، فبينقل الروح دي للعيبة في الملعب، فتلاقي اللعيبة بيغمروا بيقتلوا بيحاربوا عشان يكسبوا، وعايز يكسب لغاية آخر دقيقة. لكن أنا كل مرة أشوفه يجي على آخر ربع ساعة آخر ثلث ساعة يكشكش الفرقة ويلعبوا مدافعين وزون ديفنس وكلام من ده عشان كسبان جون أو عشان متعادل، هيتكرر السيناريو بتاع نهائي بطولة أفريقيا. احنا خسرنا أفريقيا بسبب الطريقة العقيمة بتاعته دي، بسبب خوفه يعني، في ده خايف يكسب. يا فندم استاذ سعيد، في برضو بعض الاراء هتقول لك الراجل ده وصل بمصر كاس عالم بالطريقه ديت، الراجل ده وصل نهائي كاس امم، واحنا كنا بعيد عن كاس العالم بقالنا كام سنه، من سنه 90 وبعيد عن كاس الامم من 2010. مش ده برضو راي ممكن يقول لك الارقام هي اللي مؤديه بفلسفته دي؟ ده راي تاني. طيب انا معاك، ده بيتقال، بس دي برضو من طريقه من طرق يعني التفكير العقيمه في ثقافتنا بشكل عام، ان احنا نقول ده احسن من ما فيش، او ده احنا احسن من الاول بشويه. احيانا يكون عندك فرصه ان انت تنطلق وتعمل انجاز كبير جدا وتكتفي بانجاز قليل. ليه؟ ده عندنا اهتزاز في ثقتنا بانفسنا لاسباب كتيره يتكلم فيها علماء الاجتماع، علماء النفس وعلماء النفس الاجتماعي وكده. عندنا جزء من شخصيتنا ثقتنا يا اخي مهزوزه بنفسها. ليه المنتخب بتاعنا الوحيد اللي هو مهزوز ثقته مهزوزه بنفسه؟ لما نشوف منتخبات صغيره زي كان التشيك او كان البرتغال نفسه، كان اليونان. يا فندم انا برضو يعني هل لي ان انا اختلف ولا ماليش؟ لا طبعا. انا شايف مثلا ان منتخب مصر قبل مرحله كوبر، منتخب مصر كوبر لا يقدم الفلسفه الهجوميه اللي بعض او كل الجماهير المصريه بتحبها، ولكن ارقامه حتى الان هو ناجح، بلاعب بطل اوروبا منتخب البرتغال ده من التوب الثلاثه في العالم، ومنذ فتره ممكن هذا اللقاء ممكن ينتهي بهيف سكور. دلوقتي لا، انا كنت ند في الماتش، كنت ند في مصر، بس انا جيت في وقت مش مصدق ان انا كسبان 1، ف طلعت اهم لعيب، طلعت يعني حضرتك شايف مثلا في حد صلاح دي فيها طبعا غلط، يعني في حد يبقى عنده محمد صلاح وطلعه من الملعب؟ ده محمد صلاح اهم هداف، يعني اهم لاعب في اوروبا النهارده، يعني اهم هداف في الدوريات الاوروبا الخمسه، اطلعه يعني كوني طلعته، فده بيدي رساله سلبيه للفريق، الفريق بتاعه الفريق الاخر، ان انا اكتفيت بالهدف وحافظ عليه وحدافع لان انا مبسوط قوي وفرحان ان انا كسبان 1-0، بينما كان عندك فرصه ان انت ممكن تجيب جون ثاني وجون ثالث لو انت عندك الثقه، ونقلت هذا الشعور بالثقه للاعبين كانوا ممكن يجيبوا جون ثاني وجون ثالث. لكن انا اديت رساله، لا انا اكتفيت بكده، فانا شجعت الفريق الاخر ان هو يهاجم. ودي مشكله كوبر في كل الماتشات، يعني في نهائي كاس افريقيا قدام الكاميرون نفس السيناريو ده اتكرر، ان انا اديت رساله ان انا خايف ومرعوب فحدافع، والفريق اللي بيدافع ما بيكسبش. طب يعني ما هو بنفس الطريقه كسب نيجيريا وكسب غانا وتاهل للمونديال بنفس الطريقه، هل دي برضو فيها ما هو نفس القصه؟ يعني انا لعبت الكاميرون ودافعت ولم اوفق، ولكن لعبت غانا مرتين في كاس عالم ومره في كاس امم ووفقت وكسبت. يا سيدي انا يعني ما انا بتناقش مع حضرتك. لا على فكره وجهه نظر حضرتك وجهه نظر محترمه. لا بالعكس موجوده، يعني ناس كتير من الكلام اللي انت بتقوله، لان ده كلام مهم برضه، ناس كتير جدا بتقوله، بس احنا يعني المشكله الحقيقه مشكله فكريه ومشكله عقليه، يعني انا شايفها كده، ان احنا بنكتفي بالحد الادنى جدا بالقليل جدا، ان انا يعني يا دوبك يعني اكسب 1-0 ابقى فرحان ومبسوط، بينما ممكن يبقى عندي فرصه ان انا اكسب 3-4-0. ظروف الماتش ده خلتني ان انا متقدم على يعني متقدم بجون وبهاجم من وقت للتاني، وارتبك الفرقه ارتبكت. احنا شفنا بطل اوروبا ده مرتبك، وشفنا كريستيانو رونالدو اعصابه بايظه ان هو مش عارف يتصرف، ومحاصر بين اثنين عمالقه الصراحه الرباعي كله ولاعبين ماتش كبير وهو مش عارف يعمل اي حاجه، ومتقدمين 1، اجي انا اروح ساحب اهم لعيب وانزل شيكابالا، يعني اسحب محمد صلاح، ده هم تنفسوا الصعداء. فهنا المشكله في طريقه تفكير هو، طبعا الراجل ده المدرب ده اللي هو كوبر ده
طبعا عامل شغل يعني المؤكد عامل شغل كويس وعامل انجاز كويس، بس مشكلته ان هو ما عندوش شجاعه، يعني هو الاتيتيود بتاعه دفاعي، هو دفاع انت حضرتك ضد طريقته، ضد الطريقه الدفاعيه. وانا احب المدرب يكون مغامر ومخاطر وشجاع، لان بينقد الشجاعه في الملعب، شجاعه اللعيبه بتتنقل روح الوسط المحيط باللعيبه، هو اللي بينقل بيكون شخصية منتخب، ده منتخب شجاع ولا منتخب خواف؟ أنا عايز أبليك كابتن خالد رأيك ووجهة نظرك على اللقاء، خاصة إن في كلام كتير جدا من الناحية الفنية. يمكن وجهة نظري قبل اللقاء كان ممكن إن هي تكون لو طلعنا درون أو عملنا نتيجة قريبة التعادل بالنسبة لنا كويس. نعم. ولكن زي ما كنت بكلمك قبل في وسط الهواء، كرة القدم ما فيهاش ثوابت. نعم. فيها متغيرات. ماتش الكورة ده كله متغيرات، كل ثانية في موقف جديد، في متغيرات. الكوتش الشاطر اللي هو عنده القدرة ان يفهم المتغيرات اللي بتحصل جوه الملعب ويتعامل معاها بشكل جيد. انا عشان ما اتكلمش معاه يعني كتير في القصة دي، انا هلخص الماتش في حاجة واحدة. لما انا اكون مدير فني بلعب البرتغال فيها احسن لعيب في العالم وفرقة تقيلة، هو مش احسن لعيبه في العالم فقط، ومعاه برناردو سيلفا ومعاه جوان موتينيو ومعاه نجوم على اعلى مستوى بطل اوروبا. المتغيرات اللي قلنا اللي عليها اللي انا كنت بتكلم فيها، ان احنا وصلنا في الدقيقه 90 احنا كسبانين 1-0. نعم. ده الموقف ممكن ما يبقاش يعني الواحد ما يفكرش فيه قبل الماتش، انما هو حصل كده ان احنا الدقيقه 90 كسبانين البرتغال 1-0. طب انا هل من البدايه وجودي امام البرتغال كابتن خالد كماتش استعدادي في البدايه، وانا في المنتخب مع كاس العالم هبتدي برضو باورجواي فريق من العيار الثقيله، هل تؤيد هذا الامر؟ ايد هذا يعني الامر، يعني ان انا هلاعب فرقه ثقيله جدا زيها زي الاورجواي. اوكي، نفس المدرسه. نعم. دي حاجه مظبوطه كاختيار البرتغال في اول تجربه وديه قبل كاس العالم، ده نعم. اختيار مظبوط، ولكن اكمل، احنا وصلنا ان احنا كسبانين البرتغال في الدقيقه 90، الماتش خلص في وقت ضايع 4 دقائق، مش من المنطقي ومن المعقول نخسر. ده لو بنلعب منتخب العالم يعني في 4 دقايق يجي فينا جونين، والجونين نفس الكوبي يعني الاثنين من كور ثابته ونخسر في ال4 دقايق، يبقى ده بيدينا الدروس اللي احنا يعني المستفاده من الماتش ده. نمره واحد، ان انا برضو كمدير فني لازم اكون طماع شويه، يعني انا وصلت ان انا كسبان البرتغال 1-0، طب ليه الماتش ما يطلعش ان انا كسبان؟ يعني هو يعني هيبقى عيب؟ لا، لازم اطمع شويه. هو ما عرفش يتعامل في ال4 دقايق الاخرانيه اللي بعد الدقيقه 90. طبعا يعني 4 دقايق يعدوا وقت بدل ضايع نكسب البرتغال، خسرنا بهدفين من اوفرين والجونين نفس الاخطاء. نمره 2، التمركز بتاعنا الدفاعي، يعني هم دول الدرسين اللي هو لازم يطلع بيهم. ازاي لما تكون انت كسبان، ده راجل مدرب المفروض ان هو عالمي، يعني في حاجات ممكن تعدي على مدربين لسه باديه خبرتها مش كبيره، ده المفروض ان هو مدرب عالمي وصل في الدقيقه 90 ان احنا كسبانين 1-0، فاضل 4 دقائق خسرنا الماتش، لا ده ما ينفعش، ولا معاه هو ولا مع لاعبتنا احنا بخبراتهم، الناس بتلعب في احسن دول في اوروبا، لا ما ينفعش، ده لو ما فيش مدير فني واقف على الخط برضه ما ينفعش في 4 دقائق اخسر. طب كابتن خالد، ابرز الايجابيات، احنا اتكلمنا على السلبيات، ابرز الايجابيات من وجهه نظرك، وبرضه هاخد راي الاستاذ سعيد. الايجابيات يعني نقدر نقول ان هي كاول تجربه كبدايه نقدر نقول ان هي منطقيه، بس كان ممكن تكون احسن من كده من ناحيه النتيجه، ولكن لعيبه الكوره دايما بتتعدي من المدير الفني بتاعها. لو مدير فني بتاعي ما انا جاي دخلنا على السلبيات تاني، انا عايز اخد مع حضرتك الايجابيات اللي حارس منه هي بس دي، ان يعني اول مباراه قدام البرتغال احتكاك جيد، منتخب قوي ماشي اوكي، يعني هي دي الايجابيات. والهدف اللي جابه محمد صلاح طبعا بينوم ان هو راجل بقى خبره كبيره جدا من انصاف الفرص بيقدر يحرز اهداف، ولكن عندنا سلبيات اكتر. طيب عايز اسال حضرتك، ان صلاح وادي الهدف امامنا، صلاح الطبيعي بتاعه ان هو بيبقى متواجد في الجبهه اليمنى، ودخوله الى راس ال 18 زي ما بيتقال عليها وبيلعب باس، ومره ثانيه بتجيله من عبد الله وبياخدها مباشره، هل تطور صلاح في الكره العالميه اداله ان هو حتى بيغير من مكانه عشان يهرب من الرقابه؟ طبعا، ودي الخبره، دي الخبره اللي بنقول عليها، التنوع في التحرك. يعني صلاح
كل ما هيخش جوه كل ما هيخش في المناطق دي هتزداد خطورته وهيبان بشكل مؤثر بشكل كبير جدا. يمكن على الخط برضو بعيد عن المرمى ولكن هو بيهرب. يعني بص صلاح لعب الكوره, هو لعب الكوره وبعدين وقف. يعني المدافع لو نرجع تاني يعني هو الطبيعي ان هو هيبقى مكان تريزيجيه, تريزيجيه اللي غير راح ووقف ففضى نفسه. المدافع اللي كان معاه دخل جوه ال 18 هنا الكوره ايه ادي الكوره هو اللي ابتداها بعد صلاح استلم اهو, تريزيجيه راح خد اللي خد الناس جري هناك ووقف فضي وبعدين من هنا مفيش توقيف يعني هو غير بالظبط. الكوره دي محمد بيلعبها بشكل كويس جدا, يعني الكوره دي بيجدها بشكل كويس جدا سواء من هو بيلعب على الطرف لما بيخش على جوه وبعدين بيلعب ببطن رجله بيلعبها كويس قوي. هو بيستخدم بطن رجله في التصويب بشكل هايل. فطبعا دي خبره صلاح وخبره الماتشات وخبره الدوريات الكبيره, الدوري الانجليزي اللي بيلعب فيه طبعا التنوع في تحركاته ده هيدي له خطوره كبيره جدا. فدي من 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 المميزات بتاعته. انت يعني برضو ايه ده الماتش واتفورد واحنا جايبينه لحضراتكم لان حارس منتخب اليونان اللي سوبر هاتريك الاربع تجوان هو الحارس كارنيزس هو اللي كان في الماتش ده واللي هيلاعبنا ان شاء الله بعد بكره. وصلاح بقى بيحبه دلوقتي يعني اربع تجوان سوبر هاتريك, واحد من الاجوان بقى اللي بيفكرنا استاذ سعيد ده بميسي في 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 ماتش بايرن ميونخ قدام بواتينج. فنفس الحارس ده صحيح اللي هنقابله ان شاء الله يوم الثلاث برضو. على فكره هو صلاح اعتذر له بعد الماتش راح له ده ده حقيقي ده صحيح يعني الجرايد كتبت ان هو راح يعني طيب بخاطره يعني بعد الماتش. فكانت لفته لفته مهمه جدا يعني كان يعني الجرايد كتبت عنها ان يعني صلاح انت حضرتك كابتن خالد كنت عايز تقول حاجه في برضه الهدف ده بتاع يعني الهدف ده لمحمد برضه التنوع في التحرك اول مره من المرات القليله ان هو يضم على جوه ويكمل في كره عرضيه يعني كان انا كنت دايما لما بتفرج عليه اقول له ضم على جوه لما الكره تكون الناحيه الثانيه. طبعا حطها برضه بشكل كويس جدا وتحرك بشكل كويس جدا يعني وبيمينه جايب جولين بيمينه وهو الثقه الثقه واضح ان هو ثقته في نفسه بقت كبيره جدا, ثقه في امكانياته فبقى بيأدي بشكل كويس وبيحرز اهداف بصراحه عالميه. استاذ سعيد اتفضل. انا كنت بتتكلم على محمد صلاح بس يعني جت ملاحظه كده من كابتن خالد. لا انا بقول يعني ان هو بعد بعد الماتش يعني قريت في احدى الاصول هو ذهب فعلا في الجارديان او حاجه زي كده ان هو راح لحارس المرمى فطيب خاطره يعني زي ما تقول وساه وكده. فدي كانت لفته كويسه جدا لاقت استحسان كبير جدا من النقاد. لذلك محمد صلاح ذكي جدا, هو بيقدم نفسه في الدوري الانجليزي او في الكره البريطانيه بيقدم شخصيته بشكل متميز جدا جدا جدا. هو ذكي اجتماعيا وذكي في التعامل مع يعني مع الاحداث وذكي حتى في احراز الاهداف. لا غير احراز الاهداف ان هو بيقدم نفسه ازاي يعني الصوره اللي بيقدم الانطباع بيكون انطباع عند الجمهور ازاي يعني الايمج بتاعه شكله ايه عامله بشكل ممتاز ما بيعملوش لعيبه كتير قوي كبار الحقيقه. ف دي حاجه من الحاجات الحاجه الثانيه اللي كنت عايز اتكلم فيها في حكايه عشان حكايه حكايه خلاص بينتهي حكايه الاستاذ كوبر ان دايما ما نتغلب يقول لك مبسوط جدا ان احنا استفدنا. يا سيدي ما نستفيد ما نكسب ونستفيد, هو ما ينفعش نستفيد يعني انا استاذ نكسب. انا مبسوط جدا ان احنا تاهلنا لكاس العالم طبعا. ما طبعا كلنا مبسوطين مش انت لوحدك مبسوطين دي حاجه ثانيه كلنا مبسوطين دي حاجه ثانيه بس يعني من حقنا يا سيدي ان احنا بقى عندنا يعني عندنا امل وعندنا طموح وعندنا رغبه ان احنا نكسب فريق زي البرتغال 2-3 ليه لا؟ وان شاء الله في القادم يكون افضل باذن الله منتخبنا في كاس العالم. ومش مهم الوديات المهم الرسميه. طبعا في نهايه برنامجنا النهارده بشكر كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن خالد جدله كنت بشرفنا النهارده. شكرا فاروق. شكرا ايضا الكاتب الرياضي الكبير استاذ سعيد وهبه كنت بشرفنا النهارده. اشكرك يا فاروق. اشكرك لك. بعد برنامجنا هنكمل مع حضراتكم والاهلي في كل مكان زميلي ايهاب الخطيب ودائما وابدا اوعوا تروحوا بعيد عشان نادي الاهلي حديث.